لا 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 يا سامح، انت شقي قوي، وبعدين معاك يا مسيبتي. يا خينة، كان عندي حق لما شكيت فيكي. انا تخنيني مع عيل سيس زي ده؟ هو في ايه؟ انت مين؟ انت تخلص خالص. انزل يلا، انزل. اقف لي اهو. عايز تعرف انا مين؟ انا الزوج الاهبل، انا الزوج المخدوع، انا اللي وثقت فيكي وبعت كل حاجه عشان اتجوزك، في الاخر تبعيني يا خاينه. انا لازم اقتلك واشرب من دمك، بس قبل ما اقتلك لازم اقتلك انت الاول. لا ابوس ايدك، ما تقتلنيش، ابوس ايدك. اخلص، اقلع عيلك كل حاجه معاك. وانا موافق، بس ارجوك بلاش المسدس. يلا بلاش. اخلص. وريني جمال موبايلك يا روح ماما. امشي انا بقى. بتشوف يالا من غير النضاره دي؟ لا ارجوك بلاش النضاره. يلا عشان تمشي تحسس. مش هشوف. يلا بالشفا. اخلع. ايه يا اخويا، الزبون مشي، عجبتك اللعبه ولا ايه؟ وانا ايه اللي انا عملته ده؟ قلت عاوز فلوس، جبت لك فلوس. الله. طب يلا يلا يلا. يا بنتي يا سوسو يا حلاوتك، معانا العربيه ومعانا الفلوس ومعانا بيها كمان. العز حلو قوي. عز ايه يا بنتي؟ انت شفت عز في حياتك؟ الحاجات دي لو بعتها ما تجيبليش تمن قعده واحده من اللي بقعدها. طب امسك ايدك شويه. امسك ايدي؟ هلا ايدي بلا رجلي. هسهرك سهره النهارده ملهاش حل. الو، اقتل عطي. بقول لك ايه، عايزك تجيب لي نص فرش حشيش. لا 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 لا، بقول لك ايه، اخلص دلوقتي دلوقتي حالا. يلا مع السلامه. عريس، مبروك يا فؤاد بيه، مبروك يا عمي. على الطلاق انت عمي. عارف ليه؟ عشان انت قدرت توصل للي انت عايزه. ولد احترم نفسك. سوري يا مامي، سوري. I am so sorry. مبروك يا عروسه. ولد انت اتجننت، انت اتجننت رسمي. نسيت اعرفك. مين دي؟ سوسو، مراتي، مضيفة في أكبر كباريه في شارع الهرم. لا لا لا، أنت مجنون، مش ممكن، مش ممكن طبعا يا ابني. يوه، مش عاجبكي ولا إيه؟ خراسي أنت، خراسي. إيه اللي بتعمله ده؟ إيه اللي بتعمله ده؟ هي حرة تقولي اللي هي عايزاه. انت مش حرة وبتعملي اللي انت عايزاه وتتجوزي اللي انت عايزاه. انا كمان حر واعمل اللي انا عايزه واتجوز اللي انا عايزه. وانا اخترت دي سوسو. خلاص خلصت اللي عندك ولا لسه في كلام تاني عايز تقوله؟ يا عريس، عايز تطردني ولا ايه؟ لو ما اتكلمتش بأدب هطردك. يا راجل عيب عليك، ده انا جاي ابارك وهني. ده النهارده فرح امي يا جدعان. اعزائي الحضور، مع مسرح المنوعات ونجمه مسرح المنوعات سوسو مراتي. عن اذنك يا حماد. طمني يا دكتور، مش خير؟ خير. مبروك. مبروك على ايه؟ على البيبي اللي جاي في السكه. انت حامل يا مدام؟ حامل. انا مستغرب، انت زي ما خدتيش بالك، دوخه ترجيع. يا مسبتي. انت زعلانه يا مدام؟ المفروض انك تبقي مبسوطه من هنا ورايح تاخدي بالك من نفسك. 3 شهور الاولين في الحمل، واهم 3 شهور.
ليه يا ربي في المصيبه اللي انا فيها دي؟ جرى ايه؟ ما تنطقي يا سوسو، انت جايباني على ملا وشي عشان تسمعيني سكاتك؟ انطقي قولي في ايه. انا ضعت يا سوسو، ضعت. وايه الجديد يعني يا بنت؟ فهميني، انا ضحك عليا، ضحك عليا واتظلمت من اخر واحد في الدنيا. اصدق انه يعمل معايا كده؟ يا اختي احنا بيورد علينا اشكال والوان، تكونيش قصدك على ولا صاحبك الكاجوال ده؟ في ايه يا بت؟ مالك؟ انا عمري ما شفتك كده. انا حامل. يا لهوي. بس لامي تسمعنا. يا وقعتك السودة، انتي ما قلتلاش؟ لؤي ولع في الورقتين وقال لي مش هعترف بالواد اللي في بطنك. وانتي ايه اللي وصلك لكده؟ ما امنتيش نفسك ليه؟ كنت فاكراها جوازه زي اي جوازه، لكن غدر بيا، طلع ندل. وهتعملي ايه؟ ما انت لازم تتصرفي وتنزليه. مش عارفه يا سوسو، مش عارفه اعمل ايه، هتجنن. ولما يعدي عليكي كام شهر وتبقى بطنك قدامك كده شبرين ثلاثه، هتمشي في الحاره ازاي؟ ولا هتقولي لامك ايه؟ مش عارفه يا سوسو، مش عارفه. بقول لك ايه؟ احنا ندور على حد يكتب عليكي ورقه وقتي. ما هي دي مصيبة لازم نخلص منها، وبعدين أمك والشغل هنقول للناس إيه؟ ما أنتِ لازم تفكري يعني. سوسو، إزيك يا دينا؟ لا مؤاخذة يا أختي، عايزاكي في كلمتين. اتفضلي. أهلاً وسهلاً. قولي لي الأول، تحبي تشربي إيه؟ لا متشكرة ولا حاجة، أنا جاية عشان عندي مشكلة ومفيش حد غيرك هيقدر يساعدني. طب قولي لي إيه هي المشكلة، ولو بإيدي حاجة مش هتأخر عنك أبدا. لؤي. ماله لؤي يا سوسو؟ مش عاوز يعترف بابنه. ابنه؟ أنا حبلة من لؤي. وهو قالك إنه مش عايز يعترف؟ والنبي يا دينا، أنت يا أختي تقدري تكلميه وتلاقيني دماغه؟ أنا كده هتفضح، مش ذنبي يعني إني حبيته. طب قولي لي، عايزاني اخليه يعمل ايه بالظبط وانا هخليه يعمله؟ يجي يطلبني من امي ويكتب عليا ان شاء الله يسيبني بعدها بيوم. والنبي يدينا يا اختي، هو في جنبي ساعديني. حاضر اهدي انتي بس، انا هكلمهولك وان شاء الله هيوافق. اتفضل يا استاذ لؤي. تسلم ايدك. فنجان القهوه ده جاي في ميعاده بالثانيه. مش حاسس بدماغي. ايه مالك؟ تعبان، ما نمتش من امبارح. يبقى اكيد زعلان وضميرك بيأنبك على اللي عملته مع سوسو امبارح. سوسو، انت مين اللي حكالك؟ ليه يا لؤي تعمل كده؟ اخسى عليك، دي بنت غلبانه جدا وبتحبك كمان على فكره. غلبانه وبتحبني ماشي، لكن تقولي ان هي حامل مني او ده اللي مش ماشي؟ دي بتقول عايزه اتجوزها رسمي، دي نصيبه ايه دي؟ بقول لك ايه، انا لا عايز اسمع سيرتها ولا عايز اشوف وشها اصلا. على فكره انا مش مصدقه، انت بالذات انا لا يمكن اتخيل انك تعمل كده. ايه لؤي اللي جرالك؟ في ايه؟ يا ستي جرالي اللي جرالي، دماغي وعجباني كده، انا مقتنع باللي انا بقوله. انا عايزها تبقى مراتي وام عيالي. قال بقول لك ايه، هي اخرها معايا ورقه العرف وانتهى الموضوع على كده، فاهمه؟ لا مش فاهمه يا لؤي، مش فاهمه، لانك انت كده بتظلم انسانه ذنبها الوحيد في الدنيا انها صدقتك، ده يبقى جزاها؟ انت مالك محمولها قوي ليه كده؟ اكيد جات لك وعيطت لك وعملت لك الشويتين بتوعها، ما انا عارفها كويس. يا سيدي انا مش محتاجه الشويتين دول اصلا، انا مقتنعه جدا بكلامها على فكره، لاني حطيت نفسي مكانها، ما انا بنت زيها برضو. على فكره الموضوع اصعب من ما تتصور يا لؤي. ايوه يعني، والمطلوب مني دلوقتي؟ تتجوزها طبعا، مش محتاجه كلام يعني. البنت مش بعيد تعمل في نفسها حاجه، وساعتها بقى ذنبها يبقى في رقبتك بجد. ذنبها يبقى في رقبتي؟ ذنبها يبقى في قفايا؟ انا ماليش فيه. لؤي عشان خاطري ارجوك ادي الموضوع اهميه اكتر من كده، عشان خاطري يا اخي. ارجوك انت يا دينا ما تتكلميش معاه في الموضوع ده تاني خالص، فاهمه؟ سوسو حبيبتي، البيبي ده لازم ينزل. بس انا عاوز العيل ده، مش عاوزة تسلم. مش هينفع، مش هينفع يا سوسو، مش هينفع. بقولك يا سوسو،
انت لو عايزاني نفضل مع بعض ومن غير مشاكل يا بنت الناس يبقى تسمعي كلامي وتمشي ورايا. انا عاوز اتجوزك رسمي، عايز اعيش معاك، عايش خدامه تحت رجليك. ومين قال يا حبيبتي ان انا مش عايز احقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه؟ حاضر يا سوسو، حاضر يا حبيبتي، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس استني عليا لما اخلص الدراسه. انا لسه برضه بدرس في الجامعه، استني عليا اخلص دراستي وبعد كده نبقى نتكلم في اللي انت عايزاه. ما انت ما يرضيكيش برضه انها تعطل عن الدراسه يا سوسو. وانت يرضيك ان احنا نغضب ربنا؟ ومين قال ان احنا بنغضب ربنا؟ مين قال ان احنا بنغضب ربنا؟ يا حبيبتي انت مراتي، مراتي، حلالي، اساليني انا. وبعدين هو انا عمري قصرت معاكي في حاجه؟ ما انت اللي بتطلبي بتاخديه. انا مش عاوزه حاجه، مش عاوزه فلوس، انا عاوزاك انت. انا عايزه العيل اللي في بطني. صعبه دي؟ مش صعبه، بس مش وقته الكلام فيه دلوقتي. امال امتى وقته يعني؟ قلت لك لما اخلص الدراسه، اخلص دراستي وبعدين ابقى نتكلم في اللي انت عايزاه كله. اسمعي كلامي يا سوسو، اسمعي كلامي ومش هتندمي. من غير ندم ولا احزان. حاضر، حاضر يا ابن الزواج، هنفذ لك اللي انت عاوزه. بطلي عياط يا سوسو، هتفضحينا. سوري يا سوسو. يلا سوري. انا عارف ان انا السبب في كل ده، ما تزعليش مني. سوري انا بس زعلانه منك، زعلانه من نفسي قوي. خلاص بقى يا اختي ما تزعليش نفسك، اهو هندخل للدكتور وهيتصرف. حظي، حظي وحش قوي، حاسه ان كل الناس عارفه بتتفرج عليا. ما كل الناس هنا كده، في ايه يا مالي؟ خلاص كلها سوا تبقى زي الفل. جهاد شوقي، يلا اسمعي. قومي يلا يا سوسو. حبيبتي كويس ان الحمل لسه في اوله، لان كل ما طالت فتره الحمل كل ما تعبت في العمليه اكتر. الحمد لله. طب العمليه دي هتتكلف كام يا دكتور؟ انا ما بتكلمش في الفلوس، حضرتك هتقابل الممرضه بره، هتكتب لك كل المطلوب في ورقه وتديها لك. خلاص بقى اطمني، ما انا قلت لك الممرضه هتتصرف. اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. بقول لك ايه، احنا نقعد لحد ما تستريحي وبعدين نروح. انا شكلي تعبانه مش هقدر. خلاص حبيبتي خليكي قاعده هنا لغايه ما تبقي كويسه. تمام، وانا هبقى اعدي عليكي اشوف عايزه حاجه كده ولا كده، مش هسيبك يعني. ربنا يخليكي ليا يا زوزو. في اكل هنا؟ شت مفيش. اه بس احنا ممكن نعمل دليفري. انا يا بابا الكلام ده ما ينفعش، انت تروح تجيب شويه انارب على شويه حمام على فراخ على كريمه لباني على رز على خضار مشاكل البيت، لازم تتقوت. يلا طيب. اوكي. عايزين حاجه تاني؟ حلو كده. طيب لا مش هتاخر. يلا استني اديني يا اختي. لا يا اختي ايه الشت دي. سلامتك يا بنت. الله يسلمك. لا الشبش ريح ريح، العيل العبايه ومددي. انت اليومين دول ما تعمليش اي حاجه، انا هاكلك واشربك واطبخلك عليفك يا بت. ربنا يخليكي ليا يا زوزو. يا حبيبتي ده انت اختي، ما تقوليش كده. تعبتك معايا، انا من غيرك ما كنتش عارفه اعمل ايه. يكشي يتمر. هقوم ادعبس في المطبخ اشوف حاجه تتاكل ولا تتشرب كده. ايوه ياما، ازيك عامله ايه؟ بقولك ايه ياما، انا حبات اليومين دول في المستشفى زي زمايلي البنات، اصل عندنا شغل كتير قوي، اصل الوزير هيجي يزور المستشفى. صوتي تعبانه شويه من الشغل. بقولك ايه ياما، شكل الدكتور بينادي عليا، هكلمك بعدين. سلام. الاكل ريحته زي الفل. مش مسلوق بس دوقيه بقى، هتاكلي صوابعك وراه. انا عارفه يا زوزو طول عمرك نفسك حلو في الاكل. طب يلا يا حبيبتي لازم تتغذي، ده انت النزيف كان شديد قوي عليكي، لازم تتقوتي، ده انت زيك زي النفسه. كلي يا حبيبتي كلي كلي عشان تعوضي. اللي راح ما يتعوضش. خلاص بقى يا سوسو
خلاص بقى ما تعكنيش علينا بقى. ياما انسي كل حاجه بتتنسي، اساليني انا. ربنا يسامح اللي كان السبب. معقول يا سوسو مش قادره تسامحيني؟ انت طلعت قلبك سود قوي. اللي سامح ربنا بقى. انا مش عارف يا سوسو اعمل لك ايه عشان ترضي. ولا حاجه. طب دوقي بس، دوقي. سوسو انا مش هسيبك، انت تفضلي مراتي العمر كله. يعني هتتجوزني رسمي؟ انا مش فاهم ايه موضوع رسمي معاك ده يا سوسو، ما احنا ماشيين زي الفل اهو. اه فهمت، يعني انت هتقعد معايا لغايه ما تزهق مني وترميني للكلاب. ما اقدرش اعمل كده. عارفه ليه يا سوسو؟ عشان انت روحي وقلبي وعمري وحياتي. ها كملوا. بقولك يا زوزو الاكل برد، قومي سخني تاني. لؤي اصحى يا حبيبي، اصحى يا روح قلبي. بس اصحى يلا. ايه في ايه؟ اصحى يا حبيبي، عملت لك الفطار وجهزته بر، يلا قوم بقى عشان نفطر سوا. اول مره يعني تعملي فطار؟ مره من نفسي، اصل ما كنتش اعرف انك حنين قوي كده الا اليومين اللي كنت تعبانه فيهم وراقده على السرير. شفت فيك وش جديد عليا، بجد طلعت بتحبني. يا بت انا بحبك والله العظيم، بحبك وبموت فيكي كمان. طب يعني كل ما اجيب لك سيره الجواز الرسمي بتحسسني اني جربه؟ مش حل لو ما كنتش قمر والكل هيموت عليها. بقولك يا سوسو بطل الصياعه عليا بقى، مش كل مره تفتح لي موضوع الجواز الرسمي ده بطريقه شكل. ماشي فكك بقى من حوارات الفكسانه دي كده اهو. ماشي ماشي يا لؤي. رايحه فين يا بت؟ مالكش دعوه بيا، رايحه في داهيه. يعني ايه ماليش دعوه بيك؟ انت ناسيه انك مراتي ولا ايه؟ حلوه قوي مراتي دي، ده انا ما اعرفش انت بتجيب الفلوس دي كلها منين. ايه اللي كل مره ما اعرفش تجيب الفلوس دي كلها منين؟ ما اعرفش تجيب الفلوس كلها منين؟ انت ناسيه ان انا ابن ناس؟ ابن ناس سابقا. بقول لك ايه؟ عليا اني اعمل لو ما قلتليش انت رايحه فين؟ لاكون مطلعك دلوقتي. بقول لك ايه يا روح الروح؟ لما تبقى تكتب عليا رسمي تبقى تطلعني يا حبيبي، سلام. بنت يا سوسو. انت يا بنت. قالوا لي واطيه وانا ما صدقتش. نفسي بقى تنضفي، نفسي تنضفي وتبطلي تروحي الاماكن البيئه اللي انت بتروحيها دي. يا بيئه يا اختي. تاني انت عاوز ايه بالظبط؟ بقول لك ايه، ما كل واحد فينا يشوف سكته، ولا انت غاوي تتنطط عليا وخلاص؟ يا بنت انت مراتي، انت مراتي، عارفه يعني ايه مراتي؟ لا يا شيخ افتكرت صح، مراتك ومعرفش عنك حاجه خالص. انت عايز تعرف يعني ايه يا سوسو؟ يا سلام، عاوز اعرف حتى الفلوس اللي جايه لك دي زي الرز جايه لك منين؟ ما انا طول عمري معايا فلوس، اشمعنى دلوقتي يعني بتسالي؟ انت ناسي يا ابن مين؟ ما هو ده اللي مجنني، ما انا عارفه ان السيد الوالد مفلس، يبقى جبت الفلوس دي منين؟ خلاص اسكتي. هقول لك يا ستي بس مش دلوقتي. ايوه يا سيدي طلعت. عايز ايه؟ ايه؟ طيب ماشي هجيلك. خلاص طلعت هجيلك. اخلص اقفل دلوقتي يلا سلام. هوصلك البيت في مصر الجديدة وهرجع لاصحابي وارجع لك تاني. هي سوسو اللي بتيجي في الاوقات دي. يا اخويا انا نايمه جنبك اهو. ايه ده؟ انت هنا؟ هو مين اللي على الباب بره ده؟ انت بتاع الكهرباء. ده ايه الغلاسه دي؟ طب قوم قوم افتح يلا.
الفل. ايوه طيب جاي. انت سقيت ازيك؟ ايه لؤي خضتني؟ ازيك يا ماجي؟ انت ايه اللي جابك؟ قصدي انت جيتي ليه؟ ايه يا لؤلؤ، معقول برضو دي مقابله تقابلني بيها بعد كل المده اللي ما شفناش فيها بعض؟ معلش يا حبيبتي، ظروف غصب عني. بقول لك ايه، انزلي تحت هتلاقي كوفي شوب، استنيني فيه وانا هغير هدومي وانزلك على طول. يلا يا حبيبتي. عارفه بس مش هنزل لما تقول لي انت ليه ما كنتش بترد على الموبايل بتاعي. ظروف يا ماجي. مين يا لولو؟ لولو؟ والله اول مره تقولي يا لولو. مين دي؟ يا يا لولو؟ معرفش. طب اعمل قدامي. إيه؟ طب اعمل قدامي. ماجي ماجي تعالي يا ماجي، تعالي يا ماجي افهمك. ماجي 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 استني. او ماي جاد، مين دي يا لؤي؟ مين دي يا لولو؟ حبكت لولو دلوقتي. مطروحة عليا. مين دي؟ دي سوسو. بتخني مع واحدة برستيوت. برستيوت ايه يا روح امك؟ ده انا قمر. اهدي بس يا سوسو. انت بتسمع بتقول عليا وحشه ازاي؟ بقولك يا بت، اقفي عينك وتكلمي عادل. انا مراته والورقه العرفي تثبت. قولي انها بتكذب، قولي ان كلامها مش صح. بتكذب؟ تعالي انا افهمك كل. لا يا حبيبتي ما بكذبش، مراته ومستنيين النونه. اهدي بقى يا سوسو، اهدي ما يصحش كده. انت متجوزها بجد؟ دي مراتك؟ بقولك يا ست الحلوين، انتي يا اختي اللي داخله عليها دخله المخبرين، ما تقوليلي انتي تطلعي مين وايه اللي دخلك عليا غرفه نومي. شات اب، دي بتشتمني تاني قدامك. ما بتشتمشي. انا افهمك كل حاجه، تعالي بس بالراحه. تعالي. مش عايزه افهم حاجه. بقولك ايه يا حلوه، انتي هتقوليلي انتي تطلعي مين ولا وايمانات الله؟ اجيبك كده من شعرك واقطعك جزر جزر. خلاص بقى يا سوسو، في ايه؟ جري يا ماجي، مش عاملين اعتبار ولا ايه؟ احترموني. عايزه تعرفي انا مين؟ انا مراته ومتجوزني عرفي، يعني لعب بيا وبيكي. مالكيش دعوه بيا، انا العب بفرقه كوره بجمهورها وبحب العرف. قسما بالله لو مسكت يا سوسو لا اكون منسل الشبش بتاع ربوعك. اسكتي بقى. تعالى يا ماجي، انا افهمك كل حاجه. ما تفهمنيش حاجه يا ماجي. تعالى ماجي. ماجي استني يا ماجي، استني يا ماجي، استني يا حبيبتي، انا افهمك كل حاجه. ايه بس افهمك كل حاجه. اوعى ما تتكلمش معايا. هتفهمني ايه؟ ده انت طلعت واقع، بتقولي انها مراتك ومتجوزاك عرفي، يعني انت كنت بتضحك عليا طول المده دي ومفهمني انك بتحبني. لا يا ماجي انا بحبك، والله العظيم بحبك. انت كذاب وواطي واناني وحقير، وربنا هيجزيك على اللي انت عملته فيا وعملته في بنات الناس. يعني انت كده يا ماجي طلعتيني مجرم؟ طب ما كله كان بمزاجك. انت بتذلني؟ ما هو كان بمزاجي بس عشان اثبت لك ان انا بحبك. وعامة ولا على عرفتي انا هقطعها، مش عايزه اشوف خلقتك تاني. يا حنين يا حنين. عايزه انت كمان؟ عاوزه افطر، نفسي رايحه على البيتزا. يلا يا بيها يا بنتي. ما هو انا لازم اعرف انت وشله المقاطيع ده كنتوا بتقولوا ايه قبل ما ادخل عليكم؟ ما كناش بنقول حاجة. لا كنتوا بتقولوا. ايوه يا ست كنا بنقول، بس كلام مالكيش فيه. خلاص. لا ليا فيه يا عينيا، طالما تعرف عني كل حاجة يبقى ليا فيه. بقولك يا سوسو، انا دماغي فيها اللي مكفيها، انزلي بقى من على ودني. شكلكوا كده بتتكلموا في فلوس، عاملين تدبروا وتخططوا، عاملين زي العصابات بتوع بره. لؤي انتوا بتسرقوا؟ بنسرق ايه يا بت؟ الله يخرب بيتك اسكتي. اقطع دراعي ده انكم بتسرقوا. بنسرق ايه؟ هتحبسينا شكلك. يا حبيبي ده انا مراتك، يعني ستر وغطى عليك. لو بتسرقوا قولي، اهو تدخلني معاك في مصلحه كويسه، هطلع لي برشين حلوين. مصلحه ايه بس؟ مصلحه ايه بس؟ كده؟ طب نزلني هنا. انزلك فين يا بنت المجنون انتي؟ بقولك نزلني هنا، طالما بتخبي عليا يبقى ما ينفعش نعيش مع بعض يا عينيا. خلاص يا سوسو اسكتي اسكتي. ايوه يا ستي بنسرق. ارتحتي بقى دلوقتي؟ انا رخرة كنت بقول كده، امال ايه مش بنسرق دي؟ هو احنا مش بنسرق بمعنى بنسرق يعني؟ امال ايه؟ بنحسن دخلنا. قلت ايه؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ طب ماشي يلا اقفل
اقفل دلوقتي قبلك بالليل. سلام. في ايه يا لؤي؟ في مصيبه يا سوسو، احنا مطلوب القبض علينا. يا مسبتي هتعمل ايه دلوقتي؟ لازم اهرب طبعا. بره مصر؟ هحاول اهرب في اي حته دلوقتي وبعد كده هظبط اموري واهرب بره مصر. بقولك يا سوسو، انت لازم تختاري، يا تكملي معايا يا كل واحد فينا في طريق. كل واحد فينا في طريق. مع السلامه يا سوسو. يلا انزلي انزلي. مش هقدر انزل واسيبك، انا بحبك، لا نعيش سوا يا نروح في 60 داهيه سوا. مفيش حد هنا يا شباب ولا ايه؟ خلص. عامل ايه؟ استنى بس يا اخويا، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ هتكلم معاه بس كلمتين. امسك. انت اللي جابك هنا؟ لما عرفت انك اتمسكت قلت اجي اطمن عليك. عامل ايه؟ سرقيني يا سوسو. انا اسرقك؟ هو انا لو كنت قصدي اسرقك كنت هتشوف وشي تاني؟ انا خفت على الفلوس منك قلت اشيلهم لك ومسيرك ان شاء الله تطلع هتلاقيهم في الحفظ والصوم. اطلع مش باين لها، القضيه لابساني لابساني. قول يا رب. لؤي انا غيرت من حياتي كلها عشانك، حاولت اعيشها من غيرك ما قدرتش، حاولت اعيشها مع حد تاني برضو ما قدرتش. انا ما حبيتش راجل غيرك، عارف ليه؟ عشان حنيتك عليا. وانا كمان بحبك يا سوسو. يعني هتكتب عليا رسمي؟ انت تاني. هيحصل هيحصل يا سوسو. يلا بيه. بس ادعيلي انت. يلا يا عم. هتخرج هتخرج ان شاء الله. هستناك هستناك يا لؤي هستناك. يا حنين يا حنين. عايزه انت كمان؟ عاوزه افطر، نفسي رايحة على البيتزا. يلا يا بيها يا بنتي. لؤي اصحى يا حبيبي، اصحى يروح قلبي. بس بس اصحى يلا. ايه في ايه؟ اصحى يا حبيبي، عملت لك الفطار وجهزته بر، يلا قوم بقى عشان نفطر سوا. أول مرة يعني تعملي فطار؟ مرة من نفسي، أصل ما كنتش أعرف إنك حنين قوي كده إلا اليومين اللي كنت تعبانة فيهم وراقدة على السرير، شفت فيك وش جديد عليا، بجد طلعت بتحبني. يا بت أنا بحبك، والله العظيم بحبك وبموت فيكي كمان. طب يعني كل ما أجيب لك سيرة الجواز الرسمي بتحسسني إني جربة؟ مش حال لو ما كنتش قمر والكل هيموت عليها. بقول لك يا سوسو، بطل الصياغة عليا بقى، مش كل مرة تفتح لي موضوع الجواز الرسمي ده بطريقة شكل، ماشي؟ فكك بقى من حوارات الفكسانة دي. كده أهو؟ ماشي، ماشي يا لؤي.
رايحه فين يا بت؟ مالكش دعوه بيا، رايحه في داهيه. يعني ايه ماليش دعوه بيك؟ انت ناسيه انك مراتي ولا ايه؟ حلوه قوي مراتي دي، ده انا ما اعرفش انت بتجيب الفلوس دي كلها منين؟ ايه اللي كل مره ما اعرفش تجيب الفلوس دي كلها منين؟ ما اعرفش تجيب الفلوس كلها منين؟ انت ناسيه ان انا ابن ناس؟ ابن ناس سابقا. بقول لك ايه؟ عليا النعمه لو ما قلت لي انت رايحه فين؟ لاكون مطلقك دلوقتي. بقول لك ايه يا روح الروح؟ لما تبقى تكتب عليا رسمي تبقى تطلعني يا حبيبي، سلام. بنت يا سوسو، انت يا بنت. قالوا لي واطيه وانا ما صدقتش. ماشي يا سوسو. لؤي، ازيك يا لؤي؟ ايه انت مش هتسلم عليا؟ اصلا انا مش جاي لك انت، انا جاي اخد درينك وماشي. انت هتفضل قافش عليا قوي كده؟ ايه ما وحشتكش؟ انا جيت عشان اشوف البت زوز، اصلها وحشتني قوي. ماليش فيه. ما يبقاش قلبك اسود بقى، ده انت الغالي يا روح الروح. غالي ايه بقى؟ ما خلاص، ما احنا بقينا رخاص وبنتباع بسرعة. بس انت عندك حق. ما تقولش كده يا لؤي. والله عندك حق يا سوسو، ما بقاش حالتنا حاجة خلاص. ده انت حضنك بالدنيا، انا هبات عندك الليلة. ماشي ماشي، ما يبقاش قلبك اسود بقى. ماشي. نفسي بقى تنضفي، نفسي تنضفي وتبطلي تروحي الاماكن البيئه اللي انت بتروحيها دي. يا بيئه يا اختي. تاني انت عاوز ايه بالظبط؟ بقول لك ايه، ما كل واحد فينا يشوف سكته، ولا انت غاوي تتنطط عليا وخلاص؟ يا بنت انت مراتي، انت مراتي، عارفه يعني ايه مراتي؟ لا يا شيخ، افتكرت صح، مراتك وما اعرفش عنك حاجه خالص. انت بس عارفه يعني ايه يا سوسو؟ يا سلام، عاوز اعرف حتى الفلوس اللي جايه لك دي زي الرز جايه لك منين؟ ما انا طول عمري معايا فلوس، اشمعنى دلوقتي يعني بتسالي؟ انت ناسي يا ابن مين؟ ما هو ده اللي مجنني، ما انا عارفه ان السيد الوالد مفلس، يبقى جبت الفلوس دي منين؟ خلاص اسكتي. هقول لك يا ستي، بس مش دلوقتي. ايوه يا سيدي طلعت. عايز ايه؟ ايه؟ طيب ماشي هجيلك. خلاص طلعت هجيلك، اخلص. اقفل دلوقتي، يلا سلام. هوصلك البيت في مصر الجديدة وهرجع لاصحابي وهرجع لك تاني. انت فينك؟ بتصل بيكي بقالي ساعة. في ايه يا لؤي؟ بتتصل بيا خمس مرات في وقت واحد. ايه؟ روشتني. روشتك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده بدل ما تقولي لي سوري على انتخبت عليك ساعة. سوري؟ سوري على ايه؟ اتأخرت، فيها ايه؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه الوش اللي انت مديهوني ده؟ مالك فيها سوسو؟ مفيش. لا في طبعا، بس اهدي اهدي اهدي. قلت لك مفيش يا لؤي. طب اهدي بس شوية، تشربي الأول. لا يا اخويا مش عاوز اشرب حاجة، أنا ولا عايز اشرب ولا عايز اكل، أنا شوية وماشية. مالك يا سوسو؟ مالك بقيتي ويرد أوي ليه كده؟ بص بقى يا ابن الناس، سيبك من حكاية حبي وحبك، ما تاكلش معايا. هو ايه اللي ياكل وايه اللي يشرب وايه اللي انت بتقوليه ده؟ زي ما سمعتني دلوقتي، انا مش بتاعة حب. انا لو سبت نفسي للحب هقعد في البيت، مش هلاقي العيش الحاف لا انا ولا اخواتي. ايوه يا سوسو، بس انا بحبك. فكك بقى من الحوارات دي يا ابن الزواج. سلام، اصل هتأخر.
متر. مبروك مبروك يا عريس، مبروك يا فؤاد بيه، مبروك يا عمي. على الطلاق انت عمي. عارف ليه؟ عشان انت قدرت توصل للي انت عايزه. ولد احترم نفسك. سوري يا مامي، سوري. I am so sorry. مبروك يا عروسه. ولد انت اتجننت، انت اتجننت رسمي. نسيت اعرفك. مين دي؟ سوسو مراتي، مضيفة في أكبر كباريه في شارع الهرم. لا لا لا، أنت مجنون، مش ممكن مش ممكن طبعا يا ابني. يوه مش عاجبكي ولا إيه؟ خراسي أنت خراسي. إيه اللي بتعمله ده؟ إيه اللي بتعمله ده؟ هي حرة تقولي اللي هي عايزاه. أنت مش حرة وبتعملي اللي أنت عايزاه وتتجوزي اللي أنت عايزاه. أنا كمان حر وأعمل اللي أنا عايزه واتجوز اللي أنا عايزه، وأنا اخترت دي سوسو. خلاص؟ خلصت اللي عندك ولا لسه في كلام تاني عايز تقوله؟ يا عريس عايز تطردني ولا إيه؟ لو ما اتكلمتش بأدب هطردك. يا راجل عيب عليك، ده أنا جاي أبارك وأهني. ده النهاردة فرح أمي يا جدعان. أعزائي الحضور، مع مسرح المنوعات ونجمة مسرح المنوعات سوسو مراتي. عن إذنك يا حماد. طمني يا دكتور، مش خير؟ خير. مبروك. مبروك على إيه؟ على البيبي اللي جاي في السكة. أنت حامل يا مدام؟ حامل؟ أنا مستغرب، أنت زي ما خدتيش بالك؟ دوخة، ترجيع. يا مصيبتي انت زعلانه يا مدام، المفروض انك تبقي مبسوطه. من هنا ورايح تاخد بالك من نفسك. 3 شهور الاولين في الحمل، واهم 3 شهور. اعمل ايه يا ربي في المصيبه اللي انا فيها دي؟ جرى ايه؟ ما تنطقي يا سوسو، انت جايباني على ملا وشي عشان تسمعيني سكاتك. انطقي قولي في ايه. انا ضعت يا سوسو. وايه الجديد يعني؟ يا بنت فهميني، انا اتضحك عليا، ضحك عليا واتظلمت من اخر واحد في الدنيا. اصدق انه يعمل معايا كده؟ يا اختي احنا بيورد علينا اشكال والوان، تكونيش قصدك على الولا صاحبك الكاجوال ده؟ في ايه يا بنت؟ مالك؟ انا عمري ما شفتك كده. انا حامل. يا لهوي. بس لأمي تسمعنا. يا وقعتك السودة، انتي ما قلتلاش؟ لؤي ولع في الورقتين وقال لي مش هعترف بالواد اللي في بطنك. وانتي ايه اللي وصلك لكده؟ ما أمنتيش نفسك ليه؟ كنت فاكراها جوازة زي أي جوازة، لكن غدر بيا، طلع ندل. وهتعملي ايه؟ ما انتي لازم تتصرفي وتنزليه. مش عارفة يا سوسو، مش عارفة أعمل ايه. هتكلم. ولما يعدي عليكي كام شهر وتبقى بطنك قدامك كده شبرين تلاتة، هتمشي في الحارة ازاي؟ ولا هتقولي لأمك ايه؟ مش عارفة يا سوسو، مش عارفة. بقولك ايه؟ احنا ندور على حد يكتب عليكي ورقة وقتي، ما هي دي مصيبة لازم نخلص منها. وبعدين أمك والشغل، هنقول للناس ايه؟ ما انتي لازم تفكري يعني. سوسو ازيك يا دينا؟ لا مؤاخذة يا اختي، عايزاكي في كلمتين. اتفضلي. اهلا وسهلا. قولي لي الاول، تحبي تشربي ايه؟ لا متشكرة ولا حاجة، انا جاية عشان عندي مشكلة ومفيش حد غيرك هيقدر يساعدني. طب قولي لي ايه هي المشكلة، ولو بايدي حاجة مش هتأخر عنك ابدا. لؤي. ماله لؤي يا سوسو؟ مش عاوز يعترف بابنه. ابنه؟ أنا حبلة من لؤي. وهو قالك إنه مش عايز يعترف؟ والنبي يا دينا، أنتِ يا أختي تقدري تكلميه وتلاقيني دماغه، أنا كده هتفضح،
الذنب يعني اني حبيته. طب قولي لي عايزاني اخليه يعمل ايه بالظبط وانا هخليه يعمله؟ يجي يطلبني من امي ويكتب عليا ان شاء الله يسيبني بعدها بيوم، والنبي يدينا يا اختي وفي جنبي ساعديني. حاضر حاضر، اهدي انتي بس، انا هكلمهولك وان شاء الله ان شاء الله هيوافق. اتفضل يا استاذ لؤي. تسلم ايدك. فنجان القهوه ده جاي في ميعاده بالثانيه. مش حاسس بدماغي. ايه مالك؟ تعبان، ما نمتش من امبارح. يبقى اكيد زعلان وضميرك بيأنبك على اللي عملته مع سوسو امبارح. سوسو، انت مين اللي حكالك؟ ليه لؤي تعمل كده؟ اخسى عليك، دي بنت غلبانه جدا وبتحبك كمان على فكره. غلبانه وبتحبني ماشي، لكن تقولي ان هي حامل مني او ده اللي مش ماشي؟ دي بتقول عايزه اتجوزها رسمي، دي نصيبه ايه دي؟ بقول لك ايه، انا لا عايز اسمع سيرتها ولا عايز اشوف وشها اصلا. على فكره انا مش مصدقه، انت بالذات انا لا يمكن اتخيل انك تعمل كده. ايه لؤي اللي جرالك؟ في ايه يا ست؟ جرالي اللي جرالي، دماغي وعجباني كده، انا مقتنع باللي انا بقوله. انا عايزه تبقى مراتي وام عيالي. قال بقول لك ايه، هي اخرها معايا ورقه العرف وانتهى الموضوع على كده، فاهمه؟ لا مش فاهمه يا لؤي، مش فاهمه، لانك انت كده بتظلم انسانه ذنبها الوحيد في الدنيا انها صدقتك، ده يبقى جزاها؟ انت مالك محمولها قوي ليه كده؟ اكيد جات لك وعيطت لك وعملت لك الشويتين بتوعها، ما انا عارفها كويس. يا سيدي انا مش محتاجه الشويتين دول اصلا، انا مقتنعه جدا بكلامها على فكره، لاني حطيت نفسي مكانها، ما انا بنت زي زيها برضو. على فكره الموضوع اصعب من ما تتصور يا لؤي. ايوه يعني، والمطلوب مني دلوقتي تتجوزها؟ طبعا مش محتاجه كلام، يعني البنت مش بعيد تعمل في نفسها حاجه، وساعتها بقى ذنبها يبقى في رقبتك بجد. ذنبها يبقى في رقبتي؟ ذنبها يبقى في قفايا؟ انا ماليش فيه. لؤي عشان خاطري ارجوك ادي الموضوع اهميه اكتر من كده، عشان خاطري يا اخي ارجوك. انت يا دينا ما تتكلميش معاه في الموضوع ده تاني خالص، فاهمه؟ سوسو حبيبتي، البيبي ده لازم ينزل. بس انا عاوز ارعى عيلته، مش عاوز اتسلم. مش هينفع، مش هينفع يا سوسو، مش هينفع. بقولك يا سوسو، انت لو عايزين نفضل مع بعض ومن غير مشاكل يا بنت الناس، يبقى تسمعي كلامي وتمشي ورايا. انا عاوز اتجوزك رسمي، عايز اعيش معاك، اعيش خدامه تحت رجليك. ومين قال يا حبيبتي ان انا مش عايز احقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه؟ حاضر يا سوسو، حاضر يا حبيبتي، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس استني عليا لما اخلص الدراسه، انا لسه برضه بدرس في الجامعه. استني عليا اخلص دراستي وبعد كده نبقى نتكلم في اللي انت عايزاه. ما انت ما يرضيكيش برضه انها تعطل عن الدراسه يا سوسو. وانت يرضيك ان احنا نخطب ربنا؟ ومين قال ان احنا بنخطب ربنا؟ مين قال ان احنا بنخطب ربنا؟ يا حبيبتي انت مراتي، مراتي حلالي، اساليني انا. وبعدين هو انا عمري قصرت معاكي في حاجه؟ ما انت اللي بتطلبي بتاخديه. انا مش عاوزه حاجه، مش عاوزه فلوس، انا عاوزاك انت، انا عايزه العيل اللي في بطني. صعبه دي؟ مش صعبه، بس مش وقته كلام فيه دلوقتي. امال امتى وقته يعني؟ قلت لك لما اخلص الدراسه، اخلص دراستي وبعدين ابقى نتكلم في اللي انت عايزاه كله. اسمعي كلامي يا سوسو، اسمعي كلامي ومش هتندمي. من غير ندم ولا احزن. حاضر حاضر يا ابن الزواج، هنفذ لك اللي انت عاوزه. بطلي عياط يا سوسو هتفضحينا. سوري يا سوسو، بجد سوري. انا عارف ان انا سبب في كل ده، ما تزعليش مني. يا سوري انا بس تعبانه منك، تعبانه من نفسي قوي. خلاص بقى يا اختي ما تزعليش نفسك، اهو هندخل للدكتور وهيتصرف. حظي حظي وحش قوي، حاسه ان كل الناس عارفه بتتفرج عليا. ما كل الناس هنا كده، في ايه يا مالي؟ خلاص كلها سوا تبقى زي الفل. جهاد شوقي، يلا اسمعي. اتفضل قومي يلا يا سوسو. حبيبتي كويس ان الحمل لسه في اوله، لان كل ما طالت فتره الحمل كل ما تعبت في العمليه اكتر. الحمد لله. طب العمليه دي هتتكلف كام يا دكتور؟
انا ما بتكلمش في الفلوس، حضرتك هتقابل الممرضه بره هتكتب لك كل المطلوب في ورقه وتديها لك. خلاص بقى طمني، ما انا قلت لك الممرضه هتتصرف. اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. بقول لك ايه، احنا نقعد لحد ما تستريحي وبعدين نروح. انا شكلي تعبانه مش هقدر. خلاص يا حبيبتي خليكي قاعده هنا لغايه ما تبقي كويسه. تمام، وانا هبقى اعدي عليكي اشوف عايزه حاجه كده ولا كده، مش هسيبك يعني. ربنا يخليكي ليا يا زوزو. في اكل هنا؟ شت مفيش. اه بس احنا ممكن نعمل دليفري. لا يا بابا الكلام ده ما ينفعش، انت تروح تجيب شويه انارب على شويه حمام على فراخ على كريمه لباني على رز على خضار من شكل البيت، لازم تتقوت. يلا طيب. اوكي. عايزين حاجه تاني؟ حلو كده. طيب لا مش هتاخر. يس اديني يا اختي. لا يا اختي الشت دي. سلامتك يا بنت. الله يسلمك. لا الشبشب. ريح ريح العيل عبايه ومددي، انت اليومين دول ما تعمليش اي حاجه، انا هاكلك واشربك واطبخلك هعلفك يا بنت. ربنا يخليكي ليا يا زوزو. يا حبيبتي ده انتي اختي ما تقوليش كده. تعبتك معايا، انا من غيرك ما كنتش عارفه اعمل ايه. يكشي يتمر. هقوم ادعبس في المطبخ اشوف حاجه تتاكل ولا تتشرب كده. ايوه يا اما ازيك عامله ايه؟ بقولك ايه يا اما، انا حبات اليومين دول في المستشفى زي زمايلي البنات، اصل عندنا شغل كتير قوي، اصل الوزير هيجي يزور المستشفى. صوتي تعبانه شويه من الشغل. بقولك ايه يا اما، شكل الدكتور بينادي عليا، هكلمك بعدين. سلام. الاكل ريحته زي الفل. مش مسلوق بس دوقيه بقى هتاكلي صوابعك وراه. انا عارفه يا زوزو طول عمرك نفسك حلو في الاكل. طب يلا يا حبيبتي لازم تتغذي، ده انت النزيف كان شديد قوي عليكي، لازم تتقوتي، ده انت زيك زي النفسه. كلي يا حبيبتي كلي كلي عشان تعوضي. اللي راح ما يتعوضش. ما خلاص بقى يا زوزو خلاص بقى ما تعكنيش علينا بقى. يما انسي كل حاجه بتتنسي، اساليني انا. ربنا يسامح اللي كان السبب. معقول يا زوزو مش قادره تسامحيني؟ انت طلعت قلبك سود قوي. اللي سامح ربنا بقى. انا مش عارف يا زوزو اعمل لك ايه عشان ترضي. ولا حاجه. طب دوقي بس دوقي. زوزو انا مش هسيبك، انت تفضلي مراتي العمر كله. يعني هتتجوزني رسمي؟ انا مش فاهم ايه الموضوع رسمي معاك ده يا زوزو، احنا ماشيين زي الفل اهو. فهمت، يعني انت هتقعد معايا لغايه ما تزهق مني وترميني للكلاب. ما اقدرش اعمل كده. عارفه ليه يا سوسو؟ عشان انت روحي وقلبي وعمري وحياتي. ها كملوا. بقولك يا زوزو الاكل برد، قومي سخني تاني. لؤي اصحى يا حبيبي، اصحى يا روح قلبي. بس اصحى يا ابنة. ايه في ايه؟ اصحى يا حبيبي، عملت لك الفطار وجهزته بر، يلا قوم بقى عشان نفطر سوا. اول مره يعني تعملي فطار؟ مرة من نفسي، أصل ما كنتش أعرف إنك حنين قوي كده، إلا اليومين اللي كنت تعبانة فيهم وراقدة على السرير، شفت فيك وش جديد عليا، بجد طلعت بتحبني. يا بت أنا بحبك، والله العظيم بحبك وبموت فيكي كمان. طب يعني كل ما أجيب لك سيرة الجواز الرسمي بتحسسني إني جربة، مش حال لو ما كنتش قمر والكل هيموت عليها. بقول لك يا سوسو، بطلي الصياعة عليا بقى. مش كل مرة تفتحي لي موضوع الجواز الرسمي ده بطريقة شكل، ماشي؟ فكك بقى من حوارات الفكسانة دي. كده أهو؟ ماشي، ماشي يا لؤي. رايحة فين يا بت؟ ما
مالكش دعوه بيا، رايحه في داهيه. يعني ايه ماليش دعوه بيك؟ انت ناسيه انك مراتي ولا ايه؟ حلوه قوي مراتي دي، ده انا ما اعرفش انت بتجيب الفلوس دي كلها منين. ايه اللي كل مره ما اعرفش تجيب الفلوس دي كلها منين؟ ما اعرفش تجيب الفلوس كلها منين؟ انت ناسيه انا ابن ناس؟ ابن ناس سابقا. بقول لك ايه؟ عليا نعمل لو ما قلتلي انت رايحه فين؟ لكون مطلعك دلوقتي. بقول لك ايه يا روح الروح؟ لما تبقى تكتب عليا رسمي تبقى تطلعني يا حبيبي، سلام. بنت يا سوس، انت يا بنت. قالوا لي واطيه وانا ما صدقتش. نفسي بقى تنضفي، نفسي تنضفي وتبطلي تروحي الاماكن البيئه اللي انت بتروحيها دي. يا بيئه يا اختي. تاني انت عاوز ايه بالظبط؟ بقول لك ايه، ما كل واحد فينا يشوف سكته، ولا انت غاوي تتنطط عليا وخلاص؟ يا بنت انت مراتي، انت مراتي، عارفه يعني ايه مراتي؟ لا يا شيخ، افتكرت صح، مراتك ومعرفش عنك حاجه خالص. انت عايز تعرف يعني ايه يا سوسو؟ يا سلام، عاوز اعرف حتى الفلوس اللي جايه لك دي زي الرز جايه لك منين؟ ما انا طول عمري معايا فلوس، اشمعنى دلوقتي يعني بتسالي؟ انت ناسي يا ابن مين؟ ما هو ده اللي مجنني، ما انا عارفه ان السيد الوالد مفلس، يبقى جبت الفلوس دي منين؟ خلاص اسكتي. هقول لك يا ستي، بس مش دلوقتي. ايوه يا سيدي طلعت. عايز ايه؟ ايه؟ طيب ماشي هجيلك. خلاص طلعت هجيلك، اخلص. اقفل دلوقتي، يلا سلام. هوصلك البيت في مصر الجديدة وهرجع لأصحابي وهرجع لك تاني. هي يا سوسو اللي بتيجي في الأوقات دي. اخويا انا نايمه جنبك اهو. ايه ده؟ انت هنا؟ هو مين اللي على الباب بره ده؟ انت بتاع الكهرباء. ده ايه الغلاسه دي؟ طب قوم قوم افتح يلا. طيب جاي. انت سقيت. ازيك؟ ايه لؤي خضتني؟ ازيك يا ماجي؟ انت ايه اللي جابك؟ قصدي انت جيتي ليه؟ ايه يا لؤلؤ، معقول برضو دي مقابله تقابلني بيها بعد كل المده اللي ما شفناش فيها بعض؟ معلش يا حبيبتي، ظروف غصب عني. بقول لك ايه، انزلي تحت هتلاقي كوفي شوب، استنيني فيه وانا هغير هدومي وانزلك على طول. يلا يا حبيبتي. عارفاه، بس مش هنزل لما تقول لي انت ليه ما كنتش بترد على الموبايل بتاعي. ظروف يا ماجي. مين يا لولو؟ لولو؟ والله اول مره تقول لي يا لولو. مين دي؟ يا مين يا لولو؟ معرفش. طب اعمل قدامي، اعمل قدامي. ماجي ماجي تعالي يا ماجي، تعالي يا ماجي افهمك. ماجي 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 استني. او ماي جاد، مين دي يا لؤي؟ مين دي يا لولو؟ حبكت لولو دلوقتي. مطروحة عليا. مين دي؟ دي سوسو. بتخني مع واحدة برستيوت. برستيوت ايه يا روح امك؟ ده انا قمر. انت بتسمع بتقول عليا وحشه ازاي؟ بقولك يا بنت اقفي عينك واتكلمي عادل. انا مراته والورقه العارفي تثبت. قولي انها بتكذب، قولي ان كلامها مش صح. بتكذب؟ تعالي انا افهمك كل. لا يا حبيبتي ما بكذبش، مراته ومستنيين النونة. اهدي بقى يا سوسو، اهدي، ما يصحش كده. انت بتجوزها بجد؟ دي مراتك؟ بقولك يا ست الحلوين، انت يا اختي اللي داخله عليا دخله المخبرين. ما تقوليلي انت تطلعي مين وايه اللي دخلك عليا غرفه نومي؟ شات اب، دي بتشتمني تاني قدامك. ما بتشتمشي. انا افهمك كل حاجه، تعالي بس بالراحه، تعالي. مش عايزه افهم حاجه. بقولك ايه يا حلوه، انت هتقولي انت تطلعي مين ولا وايمانه الله؟ اجيبك كده من
مش عاملين الاعتبار ولا ايه؟ احترموني. عايزه تعرفي انا مين؟ انا مراته ومتجوزني عرفي، يعني لعب بيا وبيكي. مالكيش دعوه بيا، انا العب بفرقه كوره بجمهورها وبحب العرف. قسما بالله لو مسكت يا سوسو لاكون منسر الشبش بتاع ربوعك. اسكتي بقى. تعالى يا ماجي، انا افهمك كل حاجه. ما تفهمنيش حاجه يا ماجي. تعالى ماجي. ماجي استني يا ماجي، استني يا ماجي، استني يا حبيبتي، انا فاهم كل حاجه. اهدي بس، افهم كل حاجه. اوعى ما تتكلمش معايا. هتفهمني ايه؟ ده انت طلعت واقع. اللي بتقول انها مراتك ومتجوزاك عرفي، يعني انت كنت بتضحك عليا طول المده دي ومفهمني انك بتحبني. لا يا ماجي، انا بحبك والله العظيم بحبك. انت كذاب وواطي واناني وحقير، وربنا هيجازيك على اللي انت عملته فيا وعملته في بنات الناس. يعني انت كده يا ماجي طلعتيني مجرم؟ طب ما كله كان بمزاجك. انت بتذلني؟ ما هو كان بمزاجي اه، بس عشان اثبت لك ان انا بحبك. وعامة ولا على عرفتي انا هقطعها، مش عايزه اشوف خلقتك تاني. يا حنين يا حنين. عايزه انت كمان؟ عاوزه افطر، نفسي رايحه على البيتزا. يلا يا بيها يا بنتي. هي سوسو اللي بتيجي في الاوقات دي. يا اخويا انا نايمه جنبك اهو. ايه ده؟ انت هنا؟ امال مين اللي على الباب بره ده؟ انت بتاع الكهرباء. ده ايه الغلاسه دي؟ طب قوم قوم افتح يلا. طيب جاي. انت سقيت. ازيك؟ ايه لؤي خضتني؟ ازيك يا ماجي؟ انت ايه اللي جابك؟ قصدي انت جيتي ليه؟ ايه يا لؤلؤ، معقول برضو دي مقابله تقابلني بيها بعد كل المده اللي ما شفناش فيها بعض؟ معلش يا حبيبتي، ظروف غصب عني. بقول لك ايه، انزلي تحت هتلاقي كوفي شوب، استنيني فيه وانا هغير هدومي وانزلك على طول. يلا يا حبيبتي. عارفه بس مش هنزل لما تقول لي انت ليه ما كنتش بترد على الموبايل بتاعي. ظروف يا ماجي. مين يا لولو؟ لولو؟ والله اول مره تقولي يا لولو. مين دي؟ يا مين يا لولو؟ معرفش. طب اعمل قدامي. إيه؟ اعمل قدامي. ماجي ماجي تعالي يا ماجي، تعالي يا ماجي افهمك. ماجي 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 استني. او ماي جاد، مين دي يا لؤي؟ مين دي يا لولو؟ حبكت لولو دلوقتي. مطروحه عليا. مين دي؟ دي سوسو. بتخني مع واحده برستيوت. برستيوت ايه يا روح امك؟ ده انا قمر. انت بتسمع بتقول عليا وحشه ازاي؟ بقولك يا بنت اقفي عينك واتكلمي عادل. انا مراته والورقه العرفي تثبت. قولي انها بتكذب، قولي ان كلامها مش صح. بتكذب؟ تعالي انا افهمك كل. لا يا حبيبتي ما بكذبش، مراته ومستنيين النونه. اهدي بقى يا سوسو، اهدي ما يصحش كده. انت متجوزها بجد؟ دي مراتك؟ بقولك يا ست الحلوين، انت يا اختي اللي داخله عليها دخله المخبرين. ما تقولي لي انت تطلعي مين وايه اللي دخلك عليها غرفه نومي؟ شات اب. دي بتشتمني تاني قدامك. ما بتشتمشي. انا افهمك كل حاجه، تعالي بس بالراحه. تعالي. مش عايزه افهم حاجه. بقولك ايه يا حلوه، انت هتقولي لي انت تطلعي مين ولا وايمانات الله؟ اجيبك كده من شعرك واقطعك جزر جزر. خلاص بقى يا سوسو، في ايه؟ جرايه ماجي، مش عاملين الاعتبار ولا ايه؟ احترموني. عايزه تعرفي انا مين؟ انا مراته ومتجوزني عرفي، يعني لعب بيا وبيكي. مالكيش دعوه بيا، انا العب بفرقه كوره بجمهورها وبحب العرف. قسما بالله لو مسكت يا سوسو لاكون منسر الشبش بتاع ربوعك. اسكتي بقى. تعالى يا ماجي، انا افهمك كل حاجه. ما تفهمنيش حاجه يا ماجي. تعالى ماجي. ماجي استني يا ماجي،
استني يا ماجي، استني يا حبيبتي، انا فاهم كل حاجه. انت بس فاهم كل حاجه. اوعى ما تتكلمش معايا، هتفهمني ايه؟ ده انت طلعت واقع، بتقول انها مراتك ومتجوزاك عرفي. يعني انت كنت بتضحك عليا طول المده دي ومفهمني انك بتحبني. لا يا ماجي، انا بحبك والله العظيم بحبك. انت كذاب وواطي واناني وحقير، وربنا هيجزيك على اللي انت عملته فيا وعملته في بنات الناس. يعني انت كده يا ماجي طلعتيني مجرم؟ طب ما كله كان بمزاجك. انت بتذلني؟ ما هو كان بمزاجي اه، بس عشان اثبت لك ان انا بحبك. وعامة ولا على عرفتي انا هقطعها، مش عايزه اشوف خلقتك تاني. يا حنين يا حنين. عايزه انت كمان؟ عاوزه افطر، نفسي رايحه على البيتزا. يلا يا بيع يا بنتي. البوب كبير الكبار، عليا النعمه، الراعي الرسمي للعداله في مصر. ازيك يا طلعت؟ عامل ايه؟ كويس؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل. آه زينه، حرمنا الماسونه يا باشا. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا وسهلا. يزيد فضلك يا باشا، ربنا يخليك. ربي صاحبي ده بقى زومبول، بس هو زي ما انت شايفه كده نضاد، بيذاكر دحيح، بس هو فرحه. ما فتحت ازاي وليه خير؟ ها؟ ما قلتليش اشربوا ايه؟ لا ولا حاجه يا باشا، ربنا يخليك لينا. والنبي يا باشا انا عايزه بس اطمن على اخويا. اه اللي بقول لك يا بابا، عملت لي في الموضوع اللي علاقتك فيه؟ سالت عليه طبعا، وكويس الوقت مسك هنا في نطاق الجيزه. يعني تبعكم؟ بالظبط كده. طب تمام قوي. طب ما تخدمني بقى يا بوب خدمه العمر. عمر؟ كلمنا صاحبك اللي بيحقق معاه، يفرق عنده. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده يا طلعت؟ انت لما كنت زميل دراسه كنت عرفت شغلي معاك كويس. ليه بس كده يا باشا؟ ليه؟ لان انا ما اقدرش اتدخل في تحقيقات النيابه يا اخي. وكيل النيابه اللي ماسك التحقيق هو الوحيد اللي ممكن يفرق عنه، ده لو ثبت اللي هو بريء. وعامة التحقيقات هتثبت الحقيقة والعدالة هتاخد مجراها إن شاء الله. وحياة ربنا يا باشا، ده مظلوم، ده ماشي مستقيم كده والله، وبيركع الركعة بركعتها، صدقني والله. التحقيقات هي اللي تقول كده مش إحنا. حاضر يا باشا، اللي تؤمر بيه. بقول لك إيه يا أبو طلعت؟ تعرف واحد صاحب كباريه اسمه سطوحي؟ ها؟ سطوحي؟ أيوه. سطوحي؟ لا معرفش حد انا اسمه سطوحي خالص. خالص؟ اه. متعرفوش؟ طيب انت بتروح 6 اكتوبر كتير؟ يا باشا 6 اكتوبر ايه و23 يوليو ايه؟ ايه يا بابا؟ طب انت كنت فين يوم 15 نوفمبر اللي فات؟ لا انا كده مش هتكلم غير في وجود المحامي بتاعك. محامي ايه بس يا طلعت؟ احنا اصحابي. اه في ايه؟ قول قول كنت فين؟ كنت بأجر عجل. ايه يا باشا في ايه؟ هو انا فاكر كلت ايه امبارح؟ والنبي يا باشا الهي ربنا يسترك، عايز اشوف بس اخويا قبل ما يرحلوه النبي. حاضر، عيني الاثنين. صاحبك يقصد ايه بالكلام الغريب اللي قاله؟ ها؟ لا لا يا زين، ما تاخديش في بالك، هو طول عمره كده. يعني معناته ايه الكلام ده؟ يا زينة مفيش حاجة بقى. مفيش ايه؟ ده كأن في سن ما بينكم. الله! فيها زينة؟ ولا سين ولا جيم؟ تعال نشوف اخوك الزفت ده فين؟ يلا. الراجل جوه، علي صوتك كمان. يلا. انا غلطانة ان انا قلت لك اتصرف اصلا. بص طلمة، والنبي يا اخويا عامل ايه؟ طمني عليه. عامل محشي يا حبيبتي، اغرف لك؟ ما انت شايفاني متنقل على عيني، عامل ايه؟ معلش معلش يا ابو نسب، اهدى، انت عارف السجن ما بيرمرمش يا برنس. سجن الجدعان؟ لا والله، هو ده اللي انت قادر عليه. ما رحتش للراجل الكبير ليه؟ كلمته عشان يجي يطلعني من هنا. رحت يا معلم. ها؟ رحت وعهد الله. بس هو بقى حلق للحوار من باب. ايه؟ قال انا هتصرف. يتصرف يعمل ايه؟ طلع اتكلم واحد صاحبه وكيل نيابه، انت ما تقلقش خالص. هو قال لك ايه؟ قول لي قال لك ايه؟ طمني. بصراحه راجل طمني. ها؟ قال لك ايه؟ قال لي العداله لازم تاخد مجراها. يلا. لا والله. هتلفي. العداله تاخد مجراها. الهي يا رب اشوف فيك يوم يا طلعت واشوف الاساور في ايديك زي ما في ايديا كده. يا ابني ايه الكلام الفاكس ده؟ انا واخد 15 يوم على ذمه التحقيق، انتوا فاهمين؟ يا لهوي وحياه ربنا ما تقلق، هجيب لك كل حاجه انت عايزها، بس ما تزعلش نفسك. هو ده اللي انت قادر عليه يا اساس يا جماعه. بس بس معلش هطلعك
هطلعك يا طلبة. والله ماشي يا عم جيمس بوند. يلا يلا تلاش يا اخويا والنبي اتصرف بقى. بقالك فترة كبيرة غايبة عن الكلية يا اخت ماجي. خير ان شاء الله؟ يعني كان عندي شوية مشاكل كده واتحلت والحمد لله. يعني الحمد لله تمام. مش محتاجة اي مساعدة؟ مرسي ربنا يخليك. يعني المحاضرات اللي فاتتك انا ممكن اصورهم لك واجهزهم لك. ده بس انا كده هتعبك معايا. تعبك راحة يا اخت ماجي، بس احب اشوفك ملتزمة في الصلاة والزي بتاعك زي ما انت ملتزمة في الدراسة. ان شاء الله هحاول انتظم في الاثنين باذن الله تعالى. بقول لك يا اخت ماجي، ما تيجي نصلي الظهر جماعه في مسجد جماعه؟ اوكي داكو. بلاش داكور بقى يا اخت ماجي باذن الله تعالى. سوري. اوكي اقصد باذن الله. ايه الاخبار يا دين؟ الحمد لله كله تمام ماشي الحال. يعني عامله ايه في الجامعه؟ ماشي الحال، بس لسه يعني الدراسه ما شدتش زي ما انت شايف اهو. ناوية تنجح السنة دي ولا ايه؟ فلا الله ولا فالك، انا بتاعت الكلام ده برضو اكيد هكوع زي كل سنة. يعني ربنا يهديك يا دينا وتنجحي بقى عشان تتخرجي. وهتخرج اروح فين يعني؟ هاجي اقعد هنا جنبك على الكافتيريا. بقيتش اقعد على الكافتيريات خلاص، على الاقل يعني تدوري على شغل. ندور على شغل فعلا. اقولي يا بوب، هو انت كنت عاوزني في ايه؟ اكيد يعني مش جايبني عشان تسألني عاملة ايه في الدراسة يعني. لا طب بصراحة أنا كنت عايز أسألك سؤال تاني. خير قول. دينا أنت بتروحي 6 أكتوبر كتير الشهرين اللي فاتوا؟ لا اشمعنى؟ يعني أنت بتروحي ولا ما بتروحيش؟ قلت لك ما بروحش. طيب تعرفي واحد صاحب كباريه في شارع الهرم اسمه سطوحي؟ وأنا هعرف الأشكال دي منين بس؟ لا طبعا يعني. طب انت كنت فين يا دينا يوم 15 نوفمبر اللي فات؟ ايه يا ايهاب؟ هو تحقيق ولا ايه؟ انا مش فاهمه. مش تحقيق ولا حاجه، كنت مع الشله اياها مش كده؟ ايه في ايه بس؟ دينا انتوا سرقتوا فعلا؟ ايه الكلام ده بس؟ طب اسمعي يا دينا، انا عشان خاطر العيش والملح اللي كان بيننا وبين بعض انت والشله انا بحذركم. اوعى تفتكروا لو انتوا عملتوا حاجه غلط مش هتتجابوا. لا يا دينا هتتجابوا ويبقى عقابكم شديد قوي. حذريهم يا دينا وخلي بالكم من نفسكم. هيا دينا. اهلا يا سهى، عن اذنكم عشان انا عندي ميعاد مهم. ليه؟ عن اذنكم. رايحه فين؟ ممكن اعرف بقى حضرتك لما انتوا شفتوني بطلتوا كلام ليه؟ ماجد ما بتردش عليا ليه؟ مش فاضي على ياسمين حبيبتك؟ عايزك ترجع البيت. والله ما اقدر انساك ولا عمري انساك. عشان بحبك وخايفة عليك وبعدين زعلانة منك. عرفت ان انت رايح تفتح شركة انتاج وعايز تنتج للجربوعة اللي اسمها نورة دي. لا ليها لا شكل ولا لون يا حياتي. اوكي انت حر، بس المهم ترجع لي النهاردة عشان وحشتني قوي وحشت حضنك. باي. دول كويس قوي، احنا متراقبين. متراقبين. البيك بوس هو اللي قال. البيك بوس ده ايه؟ ما بيهزرش، ده اخبار البلد كلها في عينه. انا رايي
اننا نكمر فلوسنا بعيد عن مطارحنا شويه. وانا برضو قلت اضبط الحشيش بعيد عن البيت بحيث لو حصل اي عوام والدنيا تهدى ونطلع نضرب ضربتنا. ويبقى هو ده ماتش الاعتزال. إيهاب كمان قابلني وقعد يلوك معايا في الكلام وحذرني وبلغني إن حذركم. إحنا نختفي يومين ونطلع على اسكندرية نضرب ضربتنا الكبيرة. عمي نسرق الذهب اللي في المحل بتاعه كله. وعلى رأي طلعت ده بقى يبقى ماتش الاعتزال، وساعتها بس هشفي غليل. وأنا بقى عاملة إيه؟ خطة ما تخرش المية. هنسرقه بالنهار وقدام الناس كلها، وهيسقفولنا كمان. خليهم بقى يراقبونا في مصر واحنا بنسرق في اسكندرية. ماشي ماشي يا عمي. سوسو الفلوس دي كلها؟ دي فلوسي، كل اللي حالتي، وعايز اخلص منها. تف من بقك، حد يخلص من النعمة دي؟ نعمة اللي يكرهها ياعمة. يا بنت اسمعيني للآخر، انا عايزك تشتري بيهم دهب. دهب؟ ربنا يخليك ليا، طول عمري كان نفسي اشتري دهب. يا بنت تفهمي، انا عايزك تشتري دهب وتلبسيه على طول، ولما نبقى نحتاج فلوس نبقى نبيع حتة حتة ونصرف منها. وربنا كلامك صح، والدهب سعره عالي وهو ينفع وقت الزنقة. بس خدي بالك، لو حد سألك ايه اللي انت لابسه ده، ايه بيقولي له ان ده دهب صيني، عشان ما حدش يسألك انت جايبه الفلوس دي منين. وعشان الحسد كمان. برافو عليك، بس في حاجة برضو مهمة، انا عايز الكلام ده يحصل في اقرب وقت ممكن.
بكرة الصبح من النجمة هروح الصاغة ونشتري الذهب. سهى تاكلي، في ساندوتش زيادة وهم مش راضيين ياكلوا. لا يا حبيبتي ميرسي قوي، ما انا باكل سندوتشات جبنة اهو. الا قولي لي يا دينا، ايه موضوع الدليفري اللي كتر اليومين دول والفلوس اللي ظهرت معاكي فجأة كده؟ ايه ده؟ انا مش فاهمة، يعني انت بتقري عليا يعني ولا ايه؟ لا طبعا يا حبيبتي مش قصدي، انا قصدي اطمن عليكي، وخصوصا ان احنا عارفين البير وغطاه يعني. لا صحيح يا دينا، احنا كلنا ملاحظين ان انت بقى معاكي فلوس كتير قوي وبقيتي تصرفي اكتر من الاول بكتير. ايه ورستي من ورانا ولا ايه؟ انا لو رست ولا اتنيلت سيبوني في حالي بقى. في ايه يا دينا، انت زعلتي ولا ايه؟ احنا مدردش معاكي، انا لازم ارجع شقتي تاني. طب ليه؟ ما انت قاعده معانا وبناخد بحس بعض. عشان الواحد ما بيرتاحش غير في بيته وبس. سلام دينا. اظن كده بقى شكوكي بقت في محلها، وواضح ان دينا بتجيب فلوسها من طريق مش كويس. لا يا سهام، دينا بنت محترمه وبميت راجل كمان. خلاص حد فيكم يقول لي هي بتجيب فلوسها دي منين؟ إيه؟ ملناش دعوه، خلينا في حالنا احسن. تعالى ودي، تعالى قوم يا حبيبي قوم قوم. يا زينة بقى يا زينة، وانا من ساعة ما اتجوزتك وانت بتصحيني بس. عايزة ايه؟ انت اللي نايم. ايه ده؟ ايه صوت الدب ده؟ انت بتدوق كفتة في المطبخ ولا ايه؟ ده صوت العمال اللي شغالين في العمارة بيركبوا الغاز الطبيعي. في العمارة؟ غاز طبيعي؟ يا ليلتك الاصطناعي يا طلعت. نهار اسود. في ايه؟ ايه اللي حاصل؟ في مصيبه، في خراب بيتنا، في هنتدمر. يا لهوي نهار اسود عليا، اعمل ايه؟ بس بطلع بص. ما تقولي في ايه يا طالع؟ طالع Oh,
بتعمل كده ليه؟ بتعمل فيا انا كده ليه؟ وبتعمل في نفسك كده ليه؟ انت ما بقتش ماجد، اسمعني. ما بقيت مين؟ كابتن ماجد ولا ايه؟ شكلي كابتن ماجد انا؟ ايوه هتقولي كابتن ماجد. يا راجل انت اتغيرت. ماجد انا محتاجه لك. انت ما بقتش زي الاول. فين ماجد الحبوب اللي كان بيحبني الرومانسي اللي كان بيخاف عليا؟ وحياتي على ماجد. لو ليا معزه عندك عشان خط ابوس ايدك. ارجع زي الاول. انا كده ومش هتغير من ساعة قلبي مدق. انا كده جنن وحير واللي مش عاجبه يطق. انا كده مش هتغير من ساعة قلبي مدق. انا كده قصير وهتجنن وطق. طلعت مالك؟ مصيبة يا زين، مصيبة. في ايه؟ ما تنطق. الحشيش اتسرق. يخرب بيت سنينك، انت يا راجل ما بيعيشلكش حشيش؟ كل ما تاخد بضاعة تضيعها؟ كدك خيبة. بقولك يا زينة، وحياة أمك العملية مش ناقصة تأنيب، وبعدين مش كل شوية تقطميني. مش عايز أسمع صوتك طول ما أنا قاعد في البيت، فاهمة ولا لأ؟ خوفتني. وهتعمل ايه يا سابع؟ هشوف كده، احاول اتصرف في اي حاجه، اجيب اي فلوس، احاول ادفع فلوس المصيبه دي. سيبيني بس دلوقتي، انا هحاول اتصرف. رايح فين؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ادخل جوه غير. اه صحيح، في واحد عقله طار. بعد اذنك يا حبيه، عاوزين نمدد فتره المراقبه على العيال دول تاني. ايوه. وهي فترة المراقبة اللي فاتت أثبتت حاجة تدينهم؟ في الحقيقة لأ، لكن أنا متوقع إن شاء الله إن الفترة الجاية هيقعوا. وممكن لأ. أنا آسف يا شبيه. يعني؟ يعني مش هقدر أمدلك فترة تانية. لو العيال دول هما فعلا اللي سرقوا كان ده ثبت لك الفترة اللي فاتت. أيوة بس دول عيال. دول شوية طلبة مستهترين، مش معنى كده إن هما حرامية. اتفضل يا شبيه، شكك ما كانش في محله. شكك جدا. لا متأخر كده ليه؟ مش عارف. زينت القلوب طلعت. ازيك يا زينة؟ الحمد لله على السلامة. وحشتينا يا بنت، عاملة ايه؟ انت كمان الحمد لله. تراب تراب طلعت يا حبيبي. طبعا كله طالع حبيبي. ابو نزل الف بركة يابا انك خرجت. الله يبارك فيك. كده اخدت براءة؟ الحمد لله خرجت بضمان محل اقامتي ودفعت كفاله كده يعني. الحمد لله على سلامتك. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. انا مش عارفه الحكومه دي بتتهم الناس بالباطل كده ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيها. بالباطل؟ فيها طلعت. اه بالباطل. اه بالباطل. انا خرجت بالقانون. القانون هو اللي نصفني. الحكايه دي معموله لي مكيده وانت عارف، بس الحمد لله خرجت مرفوع الراس. الف بركه انك خرجت. متر 20 باكو طلعت. يا ريتك ما خرجت. ادخل. صباح الفل يا سعاده الباشا. اهلا يا مات، تعالى. يا باشا انا مش هاخد وقت سعادتك كتير، يعني انا كنت جاي اعرف اي اخبار عن عصابه التسعة ملي. مفيش جديد يا مات. الله، هو مش سعادتك قلت لي المره اللي فاتت ان في مشتبه فيهم وانتوا بتراقبوهم؟ ما لقيناش اي اثبات عليهم ان هم اللي بيسرقوا. يعني القضيه اتحفظت يا باشا؟ ما اتحفظتش. التحقيقات شغاله وهنقبض عليهم ان شاء الله. تشرب شاي؟ ربنا يخليك يا باشا، ما تحرمش منك يعني. يعني لو فيها اساءة ادب مني يا باشا، يعني حضرتك لو تحب ان انا اساعدك في اي حاجه انا تحت امرك. جربني بس يا باشا، يعني قول لي اي خيط كده وشوف انا هعمل ايه. جرى يا عم عماد؟ يعني انت هتعرف توصل اللي احنا مش عارفين نوصل له؟ في ايه؟ لا يا باشا العفو طبعا يا باشا، بس يعني يوضع سره في اضعف خلقه. طب جربني يا باشا. لعلمك انا ليا مصادري جوه الوزاره وبره الوزاره. مفيش معلومات تانيه هقدر اقولها لك غير ان العيال دي هيتقبض عليهم ان شاء الله والتحقيقات شغاله. لا يعني سعادتك قافل النهارده. لا مودك مش حلو بصراحه، يعني واضح ان في حد مضايق سعادتك. طب قول لي مين؟ طيب وانا يعني
طب انا عموما يعني انا هعتبر المقابله دي ما حصلتش عشان ساعتك ما تتضايقش يعني، واعتبر ان انت يعني مش هتشوف وش النهارده تاني خالص. اجل ساعتك بكره ان شاء الله ولا؟ طب ميرسي يا تاكل يا سوها السلطه حلوه قوي. ما انا هاكل يا حبيبي دلوقتي. ساكته ليه؟ ميرسي. يا سلام يا سلام، مشويات الحلوه ها؟ وصايه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إيهاب يا حبيبي، أنا كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم. اتكلمي يا حبيبتي أنا سامعك. أصل بصراحة كده أنا عايزة أشترك في فرقة المسرح بتاعة الجامعة. وبعدين في سادة النفس دي بقى، إحنا مش خلصنا من موضوع التمثيل ده خالص يا سوها. وفيها إيه بس يا حبيبي؟ ده نشاط فني مش أكتر، ثم أنا هبقى مع زمايلي، يعني مفيش داعي تقلق عليا. لا، إحنا اتفقنا إن مفيش تمثيل، وبعدين ده مبدأ. وانا لا يمكن اتخلى عن مبدأي في يوم من الايام. بقولك يا سهى، اذا وافقت دلوقتي اللي انت تمثلي هتفضلي تزني عليا بعد الجامعه او بعد الجواز وتقولي لي برضو عايزه امثل. يا ايهاب ده نشاط فني، يعني انا مش شايفه ان فيها حاجه خالص، ثم انا كان ممكن اعمل كده يعني من غير ما اقولك. كمان كنت عايزه تمثلي من ورايا يا سهى. يا حبيبي انا مش قصدي، انا قصدي يعني انك بص يا سهى من الاخر كده، يعني يا تمثيل وقدامك يومين تفكري وتبقي ترد عليا فيهم. بس تفتكروا موضوع الاسنان المدني ده هيجيب نتيجه فعلا؟ طبعا الشعب لو نزل الشارع هيفرض ارادته. يا اختي بلا وكسه، ما عملتوش كده من زمان ليه؟ لان الشعب عمره ما نزل الشارع بكل طوايفه. مع الاسف لسه في ناس خايفه، الخوف ما عاشش جوه قلوب الناس، نخليهم ماشيين جنب الحيط على تعطيف صوابعهم. بس عارفه لازم الخوف ده يتكسر، لازم الشعب ينزل الشارع ويكسر كل التابوهات القديمه ويفرض ارادته. بس يا رب فعلا ينزلوا. هينزلوا لما اللي زيي وزيك يكتروا، واللي سلبي او مش فاهم حاجه زي دينا يقله. ماشي يا عم سعد زغلول، بس يا ريت يحصل تغيير للاحسن، وادي دقني لو حصل حاجه. ده جديد لودا. ازيك يا عمان؟ اهلا. انت قاعده شويه؟ طب لما تيجي تمشي برنيل. ماشي عشان نمشي مع بعض. ماشي. غريبه ده ما سلمش عليكي، دي مش عادته ابدا. اصله اخر مره يعني شدينا مع بعض شويه. ليه كده؟ مفيش، اصله قعد يطلب مني الطلب السخيف بتاعه ده تاني وانا بصراحه رفضت. عشان كده ماشي ونفسه مكسوره يا عيني. على فكره يا سهام حرام عليكي، خالد ده جدع وشهم وارجل طالب في الجامعه، حتى لو مش عايزاه يعني ما تصدوهوش بالطريقه دي. يا سلام، انت محموقه عليه قوي كده ليه؟ لو عاجبك قوي كده اشبعي بيه. أنا مش هرد عليكي على فكرة. دودي. إيه يا سهام؟ بتحرجي دينا ليه بالشكل ده؟ بصراحة أفورت قوي. أنت رايح فين يا روح الروح؟ يا حبيبي، أنا نازل رايح الجامعة. وهتسيبني لوحدي؟ يعني عامل إيه مش فاهم. يعني عندك محاضرات مهمة؟ مش محاضرات مهمة بس زهقت ونازل أقعد مع أصحابي شوية. طب خدني معاك يا لولو، ما تسيبنيش لوحدي، هقعد هنا بين اربع حيطان. اخدك معايا فين؟ بقول لك داخل الجامعه، داخل الجامعه من جوه. طب وماله؟ وماله ازاي؟ طب لو سالوك على الباب هتقول لهم ايه؟ سياحه وفنادق؟ مالكش دعوه انت، انا هتصرف بطريقتي. ما تكلمي لؤي خليه يجي. مش هيجي. يا ستي حاولي. حاولت مره واثنين وعشرة وفشلت. هو مش معقول نسيب الولد يضيع بالشكل ده ونقول ان احنا عملنا اللي علينا. ده ابني وانت مراتي والولد محتاج لي جو اسري، ولا نسيبه يبوظ ويضيع؟ اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه؟ نتصرف، نفكر في اي طريقه نخليه يجي بيها في وسطنا، لما بقى بيني وبينك نحاول نصلحه، لما نسيبه ونهمله بالشكل ده لا والف لا. بعدين انا راجل تربوي ولا يمكن اسمح بحاجه زي دي تحصل. ماشي ماشي، بس هنجيبه ازاي؟ قولي له انك تعبانه ونفسك تشوفيه، ولما يجي هتدي له مصروف كبير قوي. ماشي هقوله كده بس على الله يرد. انت ما بردش عليا خالص، ما بيردش. حاولي. يا الله. لؤي حبيب قلب ماما، حبيبي انا مبسوطه قوي انك رديت عليا. انت كويس يا لؤي؟ ايوه ماما. خلاص يا حبيبتي ماشي. خلاص يا ماما. حاضر يا ماما. يا ماما انا في المحاضره يا ماما والدكتور بيشرح، اعمل ايه انا؟ اقفلي وهبقى اكلمك تاني. سلام.
لا بجد، انت معانا هنا في الجامعه؟ ايوه يا اختي معاكم في الجامعه. وفيها ايه دي؟ اصلي مش بشوفك في الكليه كتير. لا اصلها مش في كليه التجاره، في كليه تانية. امال كليه ايه؟ اقتصاد وعلوم سياسيه. اقتصاد الله يخرب بيتك. فكرتيني بخدمه اجتماعيه. التريق بكره لما ابقى سفيره في كاس الامم المتحده. يخرب بيتك كاس الامم المتحده ايه؟ هتفضحينا. يعني ايه كاس الامم المتحده؟ يوه انت هتقفلي على الواحده ولا ايه؟ انا زهقت. طب يلا يلا بينا، يلا عشان تحضري المحاضره بتاعتك. احنا اسفين يا رانيا معلش. مش قادره اصدق. صدقيني والله قلت له يا عم انت كده هتودينا في ده. قلت له انت كده هتودينا في ده. انا عامله كده ايه اللي عايز يخليه كده؟ ازاي تيجي ازاي؟ ماجد ايه يا ابني؟ مش تسلم وانت داخل ولا ايه؟ ايه يا ماجد مالك؟ في ايه ده؟ انت مش هنا، ده انت في النرويج. انت حاسس اننا موجودين اصلا ولا لا؟ انت بتنح كده ليه يا ابني؟ انت هتصورني ولا ايه؟ صورك لما تقعد تكلم مراتي في عينيها روح امك ابقى صورك. انت عبيط يلا. انت اتجننت يا ابني. مين اللي اتجنن ورا؟ مالكش دعوه بالموضوع. مالكش معاه تاني. ادي نفسك، ادي نفسك، خليه يظبط نفسه. اوكي اوكي، هو ايه اللي حصل؟ خلاص يا ناجي، خلاص يا ناجي، بس خلاص ادي نفسك. اقعد يلا باي باي يا جماعه بعض. يلا هو في ايه؟ لا تسأله. عجبتني قوي اقتصاد. الله يخرب بيتك يا سوسو. لا بيئة يعني مش اي كده. ده حتى لايقين على بعض. امشي امشي. انت مش معقول بجد، بقيت مش معقول يا ماجد. حرام عليك، انت بالطريقه دي هتخسرني كل الناس. انت ايه يا بنت؟ مش فاهمه؟ بغير عليك انت فاكراني ايه؟ سجق؟ يخرب بيت دي غيره يا شيخ. انت شفتيش الوقت كان قاعد بيبص عليك ازاي؟ طب ما انا كل راجل بيشوفني بيبص لي بالطريقه دي. انا ياسمينه يا حياتي، هتمشي بقى تدور الضرب في كل رجاله البلد؟ نسيت ياسمينه النجمة الأمورة اللذيذة اللي جرى معاها عيل خرق، مش كده؟ لا بقول لك إيه، أنا السكة دي ما تاكلش معايا وأنت عارفة شخصيتي من الأول. أنا ولا هشوفك في حتة، ولا عايز أشوفك وسط رجالة، ولا عايز حد يعرف اللي أنا أعرفك أصلاً. يبقى أحسن برضه. ماشي يا ياسمين، أنا هعمل لك اللي أنت عايزاه. رايح فين؟ فداية! إيه ده؟ ايه يا باشا ده؟ عليا النعمة طلت باشا وباشا وابن باشا. أنا جاي يا باشا أجيب لي معاليك فلوس البضاعة اللي خدتها منك. وما لقيتش كيس أعفى من ده شوية؟ ليه يا باشا؟ طلع منه راحة زفرة؟ يلا على السلامة يا تربة. الله يسلمك يا سعادة الباشا. غمة وانزاحت خلاص. على فكرة طلعت عمل شغل كويس قوي وأنت في الحبس. طبعًا يا باشا. هو تربيتي وصبيه وجوز اختي برضه. ايوه بس واضح ان الترميز تفوق على استاذه بكتير. فين يا باشا؟ طلعت. انا المره دي هديك بضاعه اكتر من المره اللي فاتت، وطلبه هيساعدك في توزيعها. ساعده ده يا باشا؟ معلش مؤاخذه بس يعني ازاي اساعد الصبي بتاعي؟ يا باشا انا صاحب المنطقه وانا اللي بشتغل طول عمري فيها، اساعده ازاي يعني؟ ايوه طول بقى، بس انت عليك مرابه دلوقتي ومش هينفع. وبعدين انا ما احبش حد يناقشني، انت تقول مفهوم وبس. مفهوم يا باشا مفهوم. يا الله اللي هنا حد جال على راسه. ازيك يا خير؟ ازيك يا دين؟ امال فين بقيه العيال؟ مش موجودين، انا قاعد لوحدي. احسن برضه، بلاش وجع دماغ، بيعملوا دوشه. بنت يا دين انت ما بتخافيش؟ خاف من ايه؟ واحده زي القمر زيك قاعده مع واحد صعيدي في شقه لوحديهم، ما بتقلقيش يعني؟ كنت خفت من زمان، انت لسه فاكر يا راجل؟ بعدين انا بميت راجل وانت عارف كده كويس،
بنت اسكندرانيه كده ونعجبوك. بتكلم بجد؟ الناس لما يشوفوا واحده قاعده في شقه شباب لوحديها ممكن يقولوا عليك ان انت ماشيه ببطال. متزعليش والله انا بقول لك كده عشان انت مكانتك كبيره في قلبي. انا ما يهمنيش راي حد في الدنيا غيرك. بجد؟ انا قصدي يعني ان رايك يهمني قوي وانت مكانتك كبيره قوي جوه قلبي و يعني حاجات كتير كده. بس انت اكيد فاهمني يعني انت يعني المكانه دي محدش يعرفها غير انا وانت. خالد هو انت فاهم قصدي ولا مش فاهم؟ فاهم والله العظيم فاهم. كنت عايز اقول لك على حاجه يعني بس كنت متردد. قول يا خالد. اقول عادي؟ ايوه قول عادي ارجوك قول. اصلوني تحت كنت بعمل شاي في الانبوبه خلاص. انبوبه؟ انا قلت لهم يعني احنا نقعد في شقه غاز طبيعي لقيتهم مصرين. في يا بنت بس مش عايز اسمع صوتك تاني بس. ده بقول لك شنو؟ بقول لك ايه؟ خالد تعالى يا طول. مساء الفل يا زينه. مساء الخير يا اخويا. الواد طلعت فين؟ ما بيردش على الموبايل بتاعه. قال لي ان هو مسافر في شغل. شغل ايه ده اللي مسافر فيه وانا ما اعرفوش؟ ومسافر فين بقى ان شاء الله؟ برضه مش عارف. ده انا دبيت حته دين خناقه معاه في التليفون وبرضه ما رضاش يقول لي مسافر فين وعشان يتصدق. ما قالكيش خالص؟ لا. برضه الكلب ما بيردش عليا. الواد ده اكيد بيعمل حاجه وبيدبر حاجه احنا مش عارفينها. تفتكر يا زينه طلعت بيخطط ليه؟ مش عارفه. طب ادخل بدل اللي واقفه على الباب دي. يلا تعالى. ماشي يا طلعت. الله ما بتردش ليه يا ايهاب؟ مش جيرانه سهى؟ يا ماما هي. الله انت مش عايز ترد عليها ولا ايه؟ بالظبط كده. في ايه يا ابني؟ وحصل مشكله بينكم ولا ايه؟ يا ستي حصلت مشكله كبيره جدا بيننا النهارده. مشكله ايه دي بقى اللي حصلت يا ايهاب؟ سهى عايزه ترجع تمثل تاني. الله هي مش كانت شلت الموضوع ده من دماغها؟ استني بس انت يا فوزيه، ممكن بقى يا استاذ ايهاب تحكي لي الموضوع بالتفصيل؟ ابدا. لقيتها بتقول لي انها عايزه تمثل في مسرح الجامعه. قلت لها لا طبعا انا مش موافق. لقيتها مصممه ومش عايزه تسمع الكلام. قلت لها خلاص يا انا يا التمثيل، وقدامك يومين تفكري وترد عليا فيهم. طب يا ابني تاخد الموضوع كده قفش كده ليه؟ المواضيع دي يا ابني واحده واحده بالراحه. يعني ايه يا بابا؟ عايزني اوافق انها تمثل؟ ايوه يا حبيبي توافق، لان البنت بتقول لك مسرح الجامعه يعني مكان محترم، حاجه كده زي مسابقات الشطرنج والبينج بونج. ما انا لو وافقت يا بابا تقولي انها عايزه تمثل بعد الجواز. يا حبيبي يبقى ساعتها يحلها الف حلال. ايوه لان ساعتها هتبقى مراتك يعني تقدر تحكمها. وبعدين يا ابني البنت بتطلع طاقتها في مكان محترم. انت عارف وقتها هي اللي هتقول لك مش عايزه امثل. يعني انتوا شايفين يعني ان انا وافق؟ ايوه طبعا طبعا لازم توافق، بس لازم تستفيد درس من الموضوع دوت، انك لما تقابلك مشكله تواجهها مش تهرب منها. يلا كلمها وراضيها بقى. هي اصلا عماله تتصل. بكره بقى لما اشوفها فيس تو فيس. اقعد يا طلبة. عاوز ايه تاني؟ معلش يا باشا في موضوع كده يعني لازم اكلم سيادتك فيه. انت ليه خليت طلعت تبقى الكوماند عليا؟ وخليتني اشتغل عنده. يا باشا انا الراجل بتاعك وبشتغل معاك بقالي سنين وعمر. بقى تخلي الصبي بتاعي الرئيس عليا. انا فاهم شغلي كويس. مش مستنيك انت تفهمهولي. يا باشا العفو انا ما اقصدش، بس يعني احنا كنا متفقين انه هيبقى الرئيس لفتره كده لغايه ما اخلص المراقبه اللي عليا، والمراقبه خلصت وخلاص. رجع بقى سيادتك المال المجاريه. عاوز تشتغل لحسابك يا طلبه؟ والله يا باشا لو تحب انا ما عنديش اي مانع. اوكي. احنا عايزين ندخل الكوكايين والهيروين المنطقه الجديده اللي انت ساكن فيها في 6 اكتوبر، وعايزك تركز بالذات على شباب الجامعات اللي هناك. لا يا باشا. لا البيسه لا. انا ماليش في السكه دي يا باشا. لا يا باشا ده زعلتها وحشة. ايه؟ خايف؟ سعادة الباشا أنا راجل بتاع حشيش طول عمري وارث المهنة دي، خليني في الحشيش أحسن. عشان كده بقى أنا اخترت طلعتي يبقى الرئيس عليك، لأنه ما بيخافش، بينفذ اللي بقولهوله من سكات، مش جبان زيك. المقابلة انتهت يا باشا. بس أنا ما خدتش بضاعة وبقالي فترة ما خدتش الحقيقة. لما البضاعة تجهز المكتب هيكلمك. بصي
وحشاني يا بنت قوي. كمان وحشاني قوي. اللي حدبك علينا، انت مش كنتي عديتي الفقر وتسيختي والذهب بقى من هنا لهنا؟ اهو ده اللي انا باخده منك، القر وبس. اديهم طاروا زي ما انت شايفه وراجع اشتغل من تاني. وفين المدعوق لؤي؟ سافر له يومين كده، قلت اجي اقلب عيشي واشوف ايه الجديد هنا. يعني ايه الجديد؟ احنا زي ما احنا، بس اديكي عرفتي ان هنا بيتك ومطرحك، واي مصلحه بره تبقى على الطياري. يا بنت كلي عيش، الواد السيس ده مش هينفعك، لو اتزنقتي مش هيعبرك. الكباريه محتاجك يا سوسو. يعني ايه يا ابني مش لاقيهم؟ يا باشا هم مش موجودين في بيتهم من اول النهار. هو انتوا مش متكسفين المراقب عليهم النهارده؟ سيادتك مفيش غير انا وحميده مراقبينهم 24 ساعه، ولما روحنا نمنا رجعنا ما لقيناهمش، لقيناهم اختفوا وموبايلاتهم مقفوله. طب روح انت وانا هقول لك تعمل ايه. حاضر يا فندم. الو استاذ سطوحي، ازي سعادتك يا شريف باشا؟ الحمد لله، انت عامل ايه دلوقتي؟ كله تمام عليك. قولي العيال اللي انت كنت شاكك فيهم جولك الكباريه تاني؟ لا يا باشا، من ساعتها لا حس ولا خبر، وانا كبرت دماغي بقى، يعني لا بسال ولا فارق معايا. طب ماشي، وحياتك لو في اي جديد بلغني على طول. حاضر يا باشا، تحت امرك. سلام عليكم. مع الف سلامه يا باشا. انتوا عارفين المشكله الحقيقيه اللي البلد فيها ايه؟ ان مفيش حاجه اسمها عداله اجتماعيه. الطبقه الوسطى انقرضت، اختفت، وده خطر كبير محدش حاسس بيه. يعني الناس هتعمل ايه يعني؟ ما الناس طالع عينيها عشان لقمه العيش، ويا ريت عارفين يعيشوا. على فكره دي ملحوظه عامه، انا ما شفتش حد من اي طبقه مستريح، كل الطبقات بتشتكي. وكل المهن كمان. انا شايفه ان الفساد اللي انتشر في البلد وفي كل شبر فيها مع الظروف السيئه اللي بيمر بيها الشباب هتخليه يختار ما بين امرين، يا اما ينحرف يا اما يسور. انا بتهيالي يسور احسن، لان انا معرفش ابوظ، احنا من الاخر متربيين. اه صح معاكي حق، انا نفسي حاولت انحرف اكتر من مره معرفتش، ثلاث مرات تقريبا. حتى في دي فاشل؟ طب ما انا بني ادم كويس وما عنديش اي مشاكل ومش منحرف وعندي افكار تخلي البلد دي تطلع لقدام مليون سنه، بس ما حدش عايز يسمعني. كده بقى ما قدامناش غير حل واحد، ان احنا لازم نصور. ممكن اعرف بقى انت ما كنتش بترد عليا ليه؟ انت كنت زعلان مني ولا ايه؟ لا خالص، انا حبيت اديكي وقتك عشان تعرفي تفكري كويس. افكر في ايه يا اهيب؟ الموضوع محسوم ومش محتاج تفكير، وبصراحه كده انا ما اقدرش استغنى عنك خالص، ومفيش اي حاجه في الدنيا تخليني اسيبك. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي ويكملك بعقلك. على فكرة يا إيهاب، أنا خلاص قررت إن أنا ما اشتركش في فرقة التمثيل في المسرح. إيه ده؟ ليه كده؟ علشان خاطرك طبعا. طب ولو أنا قلتلك بقى إن أنا موافق إن أنت تمثلي في فرقة الجماعة؟ وبعدين معاك يا إيهاب، أنت عايز إيه بالظبط؟ أصل أنا فكرت، قلت ما فيهاش مشكلة يعني لما تتخرجي طاقتك في نشاط التمثيل في المسرح، أو نشاط فني محترم زي أي نشاط تاني فني أو ثقافي، وفي مكان محترم الجامعة، عشان بعد كده ما تسألنيش تاني خالص عن التمثيل بعد الجامعة. اه طبعا يا حبيبي، ما هو ده اللي انا كنت بقوله، بس خلاص بقى انا مش هكمل مع الفرقة. ليه يا حبيبتي؟ كملي. وبعدين بقى يا إيهاب، هو انا ايه؟ هفضل كلمة توديني وكلمة تجيبني؟ قلت خلاص مش هكمل. يا حبيبتي ولا كلمة توديكي ولا تجيبك ولا حاجة، انت كنت عايزة تشتركي. بس انت مش عايز. بقولك ايه؟ ما تخلينيش هجتك، انا اللي بقولك دلوقتي مثلي في مسرح الجامعة، عشان بعد كده ما تاخدنيش بموضوع التمثيل ده خالص. سبحان الله، بقى انت دلوقتي اللي بتقنعني علشان امثل يا إيهاب. عشان تعرفي يا حبيبتي قد ايه انا بحبك وعايزك تبقي مبسوطه. وبالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اللي يشرح القلب، كل واحد هيوصله حقه بالتمام والكمال. يا جماعه احنا لازم نتخلص من السرقه دي كلها قبل ما الحكومه تاخد خبر ونتحبس كلنا. مخك على قدك، حكومة ايه يا بني ادم؟ كان زمان. ايه يا ابني؟ انت مفيش خالص؟ انت ناسي ان احنا متراقبين؟ كنا متراقبين،
قلت لكم 100 مره ان موضوع الحكومه والمراقبه ده كان زمان وجبر. يا سلام لو الذهب ده يتحول لفلوس. قصدك حد يشتري يعني؟ لازم العمليه دي تتم بهداوه عشان ما نتشمش. وانا عندي الحل يا حلو. طب ما تقوله انجز واخلص. طب ماشي واحده واحده عليا. فتحوا اخوكم معايا. ها البص ممكن ياخد الحاجه دي وهيكيش بس على شرط نعمل له ديسكاوي. نعمل له اللي نعمله له، المهم يدينا فلوسنا كشف ايدينا. حلو قوي، يبقى انت تروح تتفق معاه وتظبط كل حاجه قبل ما نروح احنا بالحاجه. ماشي يا ستي، بس انا جعان جعان قوي. العيال بس تجيب الاكل ونقعد ناكل كده لقمه مع بعض وهروح. بس اقول لكم على حاجه، الحاجه بتاعتي انا عددها وعارف عيارها ووزنها، لو قل حاجه هقل منكم. دهب محل كامل؟ وده يطلع كام كيلو ده؟ والله يا باشا انا ما وزنتوش، بس هو يجي له كده شنطتين كبار. طيب هاتوا بكره معاك يا عم طلعت، وانا هجيب خبير يتمنهم وهديك شيكك وانت قاعد. معلش يا باشا ما تاخذنيش، اصل انا معايا شركات وما بيحبوش موضوع الشيك ده، يحبوا الفلوس على بعضيها. خلاص يجي بس الخبير يشوفهم وهديك فلوسك كاش يعني. ربنا يخليك لينا يا باشا، مش عارف من غيرك نعمل ايه. معلش يا باشا كان ليا طلب اخير. ايه ده؟ بس العيال صحابي مش مأمنيني، عايزين يجوا معايا يحضروا التسليم والتسلم. وماله؟ تخليهم يجوا؟ وماله؟ ايه؟ عشان هيعرفوني مش مشكلة. أنا أعرف عنهم كل حاجة. إيه ده؟ إيه ده؟ كل دي قضايا أموال عامة، إيه ده؟ ملايين ومليارات بتتسرق كل يوم، هو الإعلام مركز على كام قضية كده على الوش، ودوشنا بعصابة الستة مليون وسايب الحاجات المهمة دي؟ مهمتنا إن إحنا ندافع عن الظالم والمظلوم، الاحتراف الجهلي كده. قولي لي لؤي ما جاش ليه؟ والله مش عارفة أقول لك إيه، معرفش. كلمتيه تاني؟ لا. ما ينفعش يا فيري، لازم تكلميه، لازم تتابعيه، لازم يعرف إن إحنا مش ناسيينه ومهتمين بيه. حاضر، حاضر يا حبيبي، حاضر، هكلمه. شرويت اتأخرت كده ليه؟ زمنها على وصول. اهي جت. شيرو حبيبة ماما، مالك؟ شروات؟ شيرو قومي شوفي مالك، قومي. عياطي؟ شيرو في ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ مالك ماما؟ بليز يا مامي سيبيني لو سمحتي دلوقتي، مش قادرة اتكلم. لا مش هسيبك، انت بتعيطي؟ بتعيطي بجد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قولي لي يا حبيبتي ايه اللي حاصل؟ مش انا مامتك حبيبتك وصاحبتك؟ هو رامي الوحش صح؟ حصل ايه؟ رامي هيسافر امريكا يا مامي، هيسافر ويسيبني. قلقتيني. هو ده الموضوع؟ هيسافر؟ بصي بصي يا شروت، انت لسه صغيره، بكره لما تتخرجي يا بنتي ولما تكبري وتتجوزوا تبقي تحصلي وتروحوا انتوا الاثنين لامريكا. رامي خلاص يا مامي مش عاوزني، رامي فشكل معايا خلاص. يغور في 60 داهيه، رامي ايه ده؟ انت شروت بنت فريده. مامي انت مش فاهمه، مش فاهمه حاجه، مش فاهمه حاجه. بصي لي كده، ايه اللي مش فاهمه حاجه؟ هو في ايه؟ مش انا مامتك؟ مش انا حبيبتك؟ بصي يا شربت، اي مشكله يا بنتي ممكن تقوليها لي وانا هقف جنبك وهساعدك. قولي لي هو حصل حاجه بينك وبين رامي؟ هو حصل حاجه بينك وبين رامي؟ ما تقولي، ما تتكلمي، حصل؟ أعمل فيك إيه؟ قولي لي بس، قولي لي بس أعمل فيك إيه؟ قولي لي بس أعمل فيك إيه؟ بصي لي بتعيطي دلوقتي، بتعيطي بتعيطي بتعيطي، ما كنت تعيطي قبل ما تعملي اللي أنت عملتيه أنت ورامي؟ لا، وإزاي
سافر المحطب ده الكلب، انا عملته وسافر، انا مش هسامحه ومش هسامحه، مش هسامحك، مش هسامحك، مش هسامحك، مش هسامحك، مش هسامحك، مش هسامحك، مش هو المهم تسامحيني انا، سامحيني انا، انا اسفة، انا اسفة. تعالي يا حبيبتي تعالي، حلقي حلقي حلقي. فيها فريدة مالها؟ مفيش مفيش مفيش. ازاي هي بس كده؟ مشكلة مع صاحبتها في الجامعة. ايوه مشكلة ايه؟ ما تشغلش بالك بقى يا فؤاد. ما شغلش بال ازاي يا فريدة؟ دي زي بنتي، مش كفاية اخوها اللي احنا مش قادرين عليه؟ انا تعبانة تعبانة. تسمع على خير. ما هو انا لازم اعرف انت وشلة المقاطيع ده كنتوا بتقولوا ايه قبل ما ادخل عليكم؟ ما كناش بنقول حاجة. لا كنتوا بتقولوا. ايوه يا ست كنا بنقول، بس كلام مالكيش فيه خلاص. لا ليا فيه يا عينيا، طالما تعرف عني كل حاجة يبقى ليا فيه. بقولك يا سوسو، انا دماغي فيها اللي مكفيها، انزلي بقى من على ودني. شكلكوا كده بتتكلموا في فلوس، عاملين تدبروا وتخططوا، عاملين زي العصابات بتوع بره. لؤي انتوا بتسرقوا؟ بنسرق ايه يا بت؟ الله يخرب بيتك اسكتي. اقطع دراعي ده انكم بتسرقوا. بنسرق ايه؟ هتحبسينا شكلك. يا حبيبي ده انا مراتك، يعني ستر وغطى عليك. لو بتسرقوا قولي، اهو تدخلني معاك في مصلحه كويسه، هطلع لي برشين حلوين. مصلحه ايه بس؟ مصلحه ايه بس كده؟ طب نزلني هنا. انزلك فين يا بنت المجنونه انت؟ بقولك نزلني هنا، طالما بتخبي عليا يبقى ما ينفعش نعيش مع بعض يا عينيا. خلاص يا سوس اسكتي اسكتي. ايوه يا ستي بنسرق. ارتحتي بقى دلوقتي؟ انا رخرة كنت بقول كده، امال ايه مش بنسرق دي؟ هو احنا مش بنسرق بمعنى بنسرق يعني؟ امال ايه؟ بنحسن دخلنا. قلت ايه؟ ايه انت بتقول ايه؟ طب ماشي يلا اقفل اقفل دلوقتي، هبلك بالليل. سلام. في ايه يا لؤي؟ في مصيبة يا سوسو، احنا مطلوب القبض علينا. يا مسبتي هتعمل ايه دلوقتي؟ لازم اهرب طبعا. برا مصر؟ هحاول اهرب في اي حته دلوقتي، وبعد كده هظبط اموري واهرب برا مصر. بقولك يا سوسو، انت لازم تختاري، يا تكملي معايا يا كل واحد فينا في طريق. كل واحد فينا في طريق. مع السلامه يا سوسو. يلا انزلي انزلي. مش هقدر انزل واسيبك، انا بحبك، لا نعيش سوا يعني نروح في 60 داهية سوا. مفيش حد هنا يا شباب ولا ايه؟ الله. عامل ايه؟ استنى بس يا اخويا، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ هكلم معاه بس كلمتين. امسك. انت اللي جابك هنا؟ لما عرفت انك اتمسكت قلت اجي اطمن عليك. عامل ايه؟ سرقين يا سوسو؟ انا اسرقك؟
هو انا لو كنت قصدي اسرقك كنت هتشوف وشي تاني؟ انا خفت على الفلوس منك قلت اشيلهم لك. ومسيرك ان شاء الله تطلع هتلاقيهم في الحفظ والصون. اطلع مش باين لها القضية لابساني لابساني. قول يا رب. لؤي انا غيرت من حياتي كلها عشانك. حاولت اعيشها من غيرك ما قدرتش. حاولت اعيشها مع حد تاني برضو ما قدرتش. انا ما حبيتش راجل غيرك. عارف ليه؟ عشان حنيتك عليا. وانا كمان بحبك يا سوسو. يعني هتكتب عليا رسمي؟ انت تاني هيحصل. هيحصل يا سوسو. يلا بيه بس ادعيلي انت. يلا يا عم هتخرج ان شاء الله. هستناك يا لؤي هستناك.